فوز شباب الاهلي على كبار انبي بهدفين نظيفين ولا اروع للويس ميكسوني ومحمد محمود. معانا الهدف الاول وكره عرضيه لا بصراحه يعني كره حلوه كابتن شريف من ويس ميكسوني يعني كره حلوه قوي فخري في الاول وشوطه وفخري عملها حلوه قوي. الجول الثاني بقى خش على الجول الثاني دي اول لمسه لمحمد محمود هو بعد الهدف انت اكتشفت روح واللعيبه كلها ابتدت ده زياد طارق شاطها بيمينه على فكره محمد محمود عمل فولو اول لمسه ليه الحمد لله ابتديت تحس باللعيبه كلها بعد الهدف الاولاني الف مبروك يا كابتن فوز مستحق الشوط الثاني للاولاد طبعا التغييرات زي ما اتكلمنا في الهاف تايم ايه اللي مطلوب عشان يحصل الشكل البطيء اللي احنا كنا بنتفرج عليه الشوط الاولاني ايوه التغييرات عملت والهدف وضربه الجزاء اللي راحت كان في ده كانت فيها نقطه تحول في احداث كتير قوي في في الشوط الثاني خلت حتى المباراه تقعد تتفرج عليها وتشوف ايه اللي يعني اتشديت معاه كان في اثاره صح الهدف اللي جه طبعا من النقله لاستلام صلاح محسن للمراوغه لتسديده مكسيوني هنا بس هنقول اما اللعيب بيبقى عايز وبعدين بيخش جوه منطقه الجزاء هي دي منطقه العمليات زي ما مظبوط كابتن ميمي شبيه فاكر كان يقول لك منطقه العمليات مزبوط. هي دي بقى منطقه العمليات اللي بتطلع النتائج وبتطلع الفرق وبتجيب فيها الحسم وتخلي الناس يقول لك بقى المدرب كويس ومدرب عمل تغييرات جامده واللعيبه دي في امل النتائج يا ايمن بتفرق كتير قوي في كل حاجه هنبتدي نطلع دلوقتي الايجابيات بالظبط بعد الهدفين اللي جم دول بالظبط بعد المكسب بعد الهدفين اللي جم دول وخلصنا وكسبت هتبتدي تبص من زاويه ثانيه خالص ايه احسن ما في زياد طارق؟ ايه اللي عمله زياد طارق كويس قوي؟ ايه اللي عمله محمد فخري؟ هنقعد هتجيب سيره مكسوني وتصرفه في الهدف ده ما كناش بنقوله خالص الماتشات اللي فاتت ولا الفتره اللي فاتت دي كلها فاذا العمليه زي ما احنا قلنا هي نتائج هي اهداف انت نازل عشان تكسب مش نازل عشان تنقل الكره في نص الملعب وتلعب بالشكل الدفاعي اللي ما يخشش فيه الجول صح مش هنلخبط نفسنا يعني لا احنا بنلعب كره قدم عشان نطلع الناحيه الثانيه نجيب جول هما جونين بنلعب على الجون ده والجون ده لما انت بتعمل غزو هناك وبتضيع اربع خمس فرص وبتطلع متعادل بنقول كان في النهارده خمس ست فرص بس جنبك التوفيق فيهم وما لعبتش خدت بالك بالشكل اللي يخليك تعمل فيه تحرز اهداف صح. وفلان ده لازم كان يتصرف بالشكل ده انما في ماتشات احنا ما شفناش فيها حاجه خالص انما النهارده كان في روح بعد الهدف الاولاني في تصميم انك تخش منطقه الجزاء عايز تغير الصوره باي شكل مزبوط. وربنا يكافئك النهارده مبروك للولاد النهارده ومبروك للفريق 2-0 ونامل المباراتين الجايين دول يتقفل بيهم بشكل الدوري بشكل كويس قوي يليق بتيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله كابتن علاء الف مبروك ايه التغيير اللي حصل الشوط الثاني هو تغيير في التفكير نفسه في الاداء نفسه في الرغبه بقى عندك رغبه في سرعه في الاداء في تحرك احسن في روح في روح طبعا واضح ان الروح اتغير خالص في الشوط الاول صح واضح ان انت كمان تشارك في الشوط الثاني كان احسن من فريق انبي اولا طبعا مبروك لصغاره لعيبه النادي الاهلي على فريق انبي يعني حاجه بجد حاجه حلوه جدا بالنسبه لاشبال النادي الاهلي طبعا انه بيلعب فريق كامل متكامل فريق انبي وفريق كبير وفريق ايري اسم ويكسب معاه 2-0 الشوط الثاني كان ند قوي جدا وكان فتره كبيره جدا في تحركات كويسه لعيبه النادي الاهلي هي الموضوع كله اتغير انك طمعت شويه في تحرك احسن في رغبه انك عايز تعمل حاجه في الشوط الثاني ضاع ضربه الجزاء برضو فرق شويه معاك في لك لا انا عايز يعني عايز شكلي يبقى احسن ضربه الجزاء دي لو دخلت هيبقى الموضوع هيبقى كان مختلف لكن ضاع ضربه الجزاء دي لا طمعتك شويه في المباراه اللعيبه تحس ان هي اتحررت شويه يعني اللقاء اتحرر شويه الشوط الثاني الشوط الاول كان لقاء سيء جدا من الفرقتين كاتف تحس ان مخنوق تحس ان مفيش فرق بين الاثنين لكن الشوط الثاني في تحرر شويه من اللعيبه تغييرات برده شويه بدا يعني عملت شويه نشاط لعيبه النادي الاهلي مكسور تصرف الهدف حلو قوي طبعا جات له على شماله حلو قوي سديده قويه جدا صح. هدف حلو محمد محمود طبعا مبسوط جدا هو جاب هدف لان طبعا انا من اكتر الناس المعرضين مع ان هو نزل في توقيت صعب يعني اخر خمس دقائق برضه اخر اربع دقائق لو هو انت بتلعبه اخر خمس دقائق اخر ثلاث دقائق انا من ده نزل في دقيقه 90 كمان من اشد المعترض يعني بجد معترض يعني معترض انا من بيني وبين نفسي ان الراجل ده لازم ياخد فرصه كبيره جدا عن كده ما ينفعش دقيقتين وثلاثه واربعه لكن احرز هدف وربنا كافئه حتى يعني اول لمسه هدف لكن يحسب للاشبال لعيبه النادي الاهلي ان الشوط الثاني في روح
في روح بالزبط. جديده، في رغبه، في جري كتير اكتر من الشوط الاول بكتير، مع فريق زي ما بقول لك انا فريق ما عندوش اي يعني، بيلعب بفريق كامل متكامل اساسا، ما عندوش كله بيلعب، مفيش ولا اشبال ولا حاجه خالص، لكن واضح ان فريق امبي ده فريق بيعاني وعايز حاجات كتير جدا 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 ان يبقى في تحسن في فريق امبي. يعني الشوط الاول والشوط الثاني، لا الشوط الثاني تحس ان في الى حد كبير كره بتتلعب بعقل شويه، الشوط الاول كله جري، حتى الفرص اللي بتجي لك مش فرص كلها كده عشوائيه، الشوط الثاني لا في هدوء، في عقل شويه في اللعب، لان الكره ما تنفعش تلعب كلها جري. الشوط الثاني يعني اعتقد ان ال 2-0 مستحق على فكره، الشوط الثاني اللي لعبت النادي الاهلي يعني مش انت ما سرقتش مباراه ولا حاجه. صحيح. انت كنت ند قوي لفريق امبي، الفريق اللي هو متكامل كله، لكن انت لا انت بالعكس انت كنت رغبتك كانت اكتر وجاري كان اكتر في الشوط الثاني. فريق امبي فريق ما اعتقدش ان في لعيب كوره يعني لفت نظري خالص. لكن مبروك ده سواء على المستوى الجماعي او الفردي، ولا جماعي ولا فردي ولا حاجه خالص، لكن يعني فعلا مبروك لاشبال النادي الاهلي زي ما كابتن شريف بيقول، يستاهلوا المكسب الشوط الثاني. ومكسب انت كنت محتاج تكسب مباراه بعد دوامه التعادلات بالظبط، محتاج تكسب مباراه، حتى الاولاد دي هيبقى عندهم نفسيا اعلى وعندهم ثقه في نفسهم ويبقى عندهم رغبه في اللعب، انك تعادل 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 برضو بتعمل احباط شويه لعيب الكوره، خصوصا ما تبقى بقى لعيب في النادي الاهلي. لكن مكسب النهارده مع فريق امبي اعتقد ان شاء الله تبقى يعني بدايه كده للمباريات القادمه اللي ان شاء الله تبقى كلها مكسب، ويبان شكل اللعيبه دي كويس، لان يعني برضو انت مش عارف تدي قرار كامل في اللعيبه كلها، مش قادر، اوقات بيبقوا كويسين، اوقات بيبقوا مفيش حد لافت نظرك قوي، لكن في تصرفات فرديه كده النهارده. يعني الهدف الثاني زياد رأس كويس قوي، شاط الكره بيمينه، الفور طبعا محمد محمود، لا في حاجات كويسه في الشوط الثاني. فمبروك طبعا المكسب النهارده عن جدار الشوط الثاني، وان شاء الله دايما الاحسن يا رب. كابتن اسامه الف مبروك، اعتقد فوز مستحق لشباب النادي الاهلي الشوط الثاني. فوز مستحق، ومجريات المباراه ساعدت اكيد يعني، لانه انت في بدايه ال 20 دقيقه الاولى قبل اضاعه ضربه الجزاء دي، بالعكس كانوا الربع ساعه الاولانيه من الشوط الثاني يمكن من اقل حتى من الشوط الاولاني، ولكن حصل تحول غير طبيعي بعد اضاعه ضربه الجزاء اللي مصطفى شلبي حطها في العارضه، لان بعديها بالدقيقتين على طول ميكسوني جاب الهدف، تغير اداء اللعيبه بقى هنا. هنا ابتدت الروح المعنويه تعلى كتير جدا، حتى اللعيبه اللي كانت ادائها دي نقطه ضربه الجزاء ثم هدف ميكسوني كانت نقطه تحول كبيره قوي. شفنا 20 25 دقيقه فيهم روح عاليه، فيهم بعض الجمل اتعملت، في جون تاني حلو، ثقه اللعيبه حتى في نفسها زادت، سرعة التحول من الدفاع لهجوم للدفاع، كمية الجري بقت اكتر. صحيح. طبعا التغييرات الى حد ما حررت ونشطت اللعيبه شويه، صلاح محسن ومكسوني، ولما محمد محمود نزل جاب جون، وزياد طارق جاء عمل التسديده اللي تابع فيها جميل. فهو التحول يعني الشوط الاولاني وحوالي 10 دقايق 20 دقيقة من الشوط الثاني كان ماتش قليل جدا 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 بالنسبة للنادي الأهلي، لكن بعد زي ما قلت لك إضاعة ضربة الجزاء وهدف مكسوني على طول بعدها بدقيقة، 25 دقيقة تعتبر جيدة جدا، يعني شبهتنا شوية إلى حد ما بالأداء اللي ابتدوا بيه في ماتش الاتحاد بالظبط، غير الساعة الأولانية النهاردة بالزبط. غير مباراة الإسماعيلي، غير مباراة إسنر كامباني، فأتمنى إن المكسب النهاردة يديهم ثقة، لأن هم اللي مكملين. صح. يعني هم اللي هيلعبوا الماتشين الباقيين بنفس التشكيل ده، سواء حد بيتغير واحد ولا اتنين، حد بيبدأ حد بيقعد، لكن أنا أقصد هي المجموعة دي اللي هتكمل، فلابد إنه يعني مجهودهم واصرارهم يزيد عن كده. في بعض الناس ظهرت الى حد ما بمستوى معقول،
لكن في ناس اخرى ما كانتش ظاهره. يعني النهارده مصطفى شوبير في كورتين صراحه صدهم هايل قوي. في كوره كانت طويله لمصطفى شلبي تقريبا وحصلها برجله قبل ما يطلع مدافع رجعها. والكوره اللي كانت هتبقى تعادل بالدقيقه 86 اللي هو اللعيب يوسف لبيب لما نزل راح انفراد طلع عليه كويس قوي وصدها كويس قوي. والفاول اللي من ورا الحيطه برده ما حدش شافها. كانت حسبت اوف سايد؟ اه بس شالها حلو قوي. شالها كويس. والفاول اللي عدت من الحيطه برده شالها حلو قوي. يعني ففي شويه حاجات شرقيه مع رامي ربيعه مع كريم فؤاد كانوا محافظين على المنطقه بتاعه اللي هي امام مصطفى شوبير. الارتداد للدفاع والحماس والمحاوله المحافظه على جون على مرمى النادي الاهلي ان احنا ما يجيش فينا جون كانت واضحه. لكن زي ما انا قلت لك انه ما فيش شك ان ضربه الجزاء في الدقيقه 68 ثم تلاها هدف مكسوني خلوا ال 20 دقيقه مختلفه تماما اخر 20 25 دقيقه عن الساعه الاولى في المباراه. يعني مبروك يعني الحمد لله. الله يبارك فيك كابتن بلال. الف مبروك. زي ما قال الكابتن اسامه ضربه الجزاء الضايعه كانت نقطه تحول في المباراه. مين قال لك ان هي هتضيع؟ انت قلت لي صراحه. يعني انا قلت لك ايه؟ ما قالش هتضيع. ممكن مصطفى يبقى تاني في العارضه. ايوه. انت قلت لي هتيجي في العارضه. شفت يا كابتن؟ قبل ما تيجي فعلا صح. حبيبي يا كابتن شيري والله. هتيجي في العارضه. لا كنتش قاعد معانا. لا بس قال لي كده. قال لي هتيجي جون قلت له في العارضه. مش بره. قال لي في العارضه. انت ما شاء الله. الحمد لله رب. انت ما شاء الله. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا ابني. الف مبروك كابتن. طبعا مبروك لشباب الاهلي النهارده ناشئين وشباب فوز معنوي مهم بالنسبه لهم طبعا اكيد صح. بيكسر حاله التعادلات الكتيره بتاعه الفتره اللي فاتت دي مظبوط. وبتكسب فرقه المفترض ان هي فرقه عندها عناصر لعيبه جيده. مفترض فريق انبي عنده اكتر من لعيب امكانياتهم جيده. عندهم اثنين لعيبه من الاثنين لعيبه المرشحين هم يلعبوا في انديه كبيره بوكا وشلبي فوزي لعيب برضو الباك رايت لعيب عندهم اكتر من لاعب يعني نعتقد ان هم ممكن يكون فيهم امكانيات وقدرات جيده يعني صح. النهارده برضو من الحاجات اللي بنثني عليها وبكمل في كده الاداء الدفاعي لمنظومه النادي الاهلي المباراه العشرة بالظبط على التوالي مفيش اهداف. الاداء الدفاعي لمنظومه النادي الاهلي المنظومه الدفاعيه الحقيقه جيده جدا جدا. يمكن احنا ممكن نختلف مع سوارش في حاجات كتيره جدا لكن دفاعيا يعني الراجل بيعمل شغل يعني الحقيقه اكثر من رائع. 10 مباريات ما بيدخلش فيك هدف مظبوط. مين بقى الحارس؟ مين المدافعين اللي بيلعبوا بيغير في مين؟ لكن واضح الشكل الدفاعي بتاعك بتشتغل فيه بشكل كويس جدا. واضح ان هو مركز على الحته دي بشكل رائع جدا 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 جدا. يعني النهارده اي فرقه بتلعبها ال 10 فرق اللي فاتوا ما بيدخلش فيك هدف. بالعكس الفرص المحققه للاهداف يعني قليله تمام. يعني انت ما راحش عليك يعني حتى الكره النهارده اللي طلعها شوبير وانقذها برده اوف سايد تمام. البنالتي يعني لو شرقيه هدي شويه كان ممكن يطلع بيها بره يعني قله خبره فاهم. بالظبط يعني فاهم يعني بس هو عمل مش وحش ماتش رائع جدا جدا يعني بالزبط. من اللعيبه الجيدين النهارده مع رامي ربيعه ممكن مع الاستمرار خد بالك لان حته السنتر باك دي مختلفه شويه يا كابتن ايمن عن الفرود وعن نص ملعب بتبقى محتاج تركيز شديد جدا طول الماتش. اي خطا دي رقم واحد. رقم بتبقى قلقان كتير جدا 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 لان الخطا فيها يكلف كتير جدا جدا جدا. فالمنظومه الدفاعيه بتاعت الاهلي جيده. رامي ربيعه النهارده مادي برده مباراه جيده جدا صحيح. جدا جدا. الشكل الدفاعي بتاع النادي الاهلي الحقيقه والوقفه بتاعتهم بص ادي ممكن تجيبها لنا من الاول معلش ممكن تجيبها لنا لان الكره كانت في رجل انبي لعيب انبي دي بدايه الهجمه كابتن اللي جاب منها جول. ماشي كمل نكمل ماشي. بص التنظيم الدفاعي زي ما قلت يا كابتن فعلا جيد جدا. طب كل واحد بص خطف الكوره اتنين لعيبه مع اتنين لعيبه قدامهم ثلاث لعيبه تانيين وبتضغط كويس في نص الملعب. خد بالك النهارده في استرجاع كتير للكوره يعني خاصه في الشوط الثاني. خد بالك في لعيبه كتيره جدا جدا. التحول اللي حصل برده النهارده في الجول ده باربع لعيبه تحول رائع الحقيقه. يعني انك تتحول من الدفاع للهجوم بالشكل ده
ده تحول جيد برضو يحسب برضو يعني للمدير الفني، لان هو اشتغل على الحته دي يا كابتن، هو شغال على الحته دي بقاله فتره كبيره، ان هو يامن دفاعاته بشكل جيد جدا جدا بحيث ان هو ما يدخلش فيه اهداف وما يتعرضش، خد بالك، لفرص خطر. ما دي الاهم، انك انت ما تتعرضش لفرص خطر، وبالتالي تبتدي تشتغل على الحته الثانيه بقى، الحته الهجوميه، ودي اللي اتكلمنا عليها في بدايه الماتش. ده التحول من الهجوم خصوصا بعد ايه؟ بعد ضربه الجزاء المباراه. طبعا خلاص، خد بالك انت في احنا عندنا في التنس في حاجات اسمها التيرنينج بوينت، يعني في التنس خد بالك عندنا في التنس، ما هو ما هو صاحب ملعب صاحب ملعب التنس عندنا في فرنسا. بما ان انا لعيب تنس محترف يعني يا كابتن، انا داخل بطولات بس بص الكره دي يا كابتن بالله بصفتك، لا نجاحها تاني، هو احمد عبد القادر كان يتصرف التصرف ده ولا يلعبها للراجل المواجه اللي جاي؟ الافضل انه يلعبها للمواجه طبعا. الافضل. أيوة. بس تعرف عبد القادر يعني عايز ايه؟ يعني عارف يفنن ويلعب ويتمزج، وكسبان 1-0 برضه خد بالك تفرق، يعني دي لو متعادلين اعتقد كان هيبقى صغير. لا دي كانت 0-0 يا كابتن. والله؟ في الدقيقة 68 يبقى كان لازم يبقى صغير. يبقى كان لازم صغير. الفن ما كانش في التوقيت ده. أيوة. يعني كان المفروض الفن يأجله شوية. بص عبد القادر لعيب كويس. لكن ما بيلعبش السهل، يعني محتاج يلعب السهل شوية. تمام؟ محتاج يعني كرة زي دي لو أنت تلعب في ماتش كبير محتاجه طبعا تمام؟ وجالك فرصة بالشكل ده وتصرفت فيها بالشكل ده أعتقد تتلام. لا مش ممكن تخرج بره الملعب. أنا لو أنا مدير فني أخرجه بره الملعب يعني عشان ندي كل حق لحقه. أنا النهاردة لو بلعب مباراة مهمة بالنسبة لي فاينل أو ماتش هيكسبني دوري أو 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 والكرة اتلعبت بالشكل ده، خاصة إنك وقفت على الكورة كمان، فعندك المساحة وعندك الزمن انك تشوف اللاعب اللي جامد وعملتها بالشكل ده اعتقد. انت قلت عايز تدي كل ذي حق حقه، يعني دي يتلام عليها احمد عبد القادر 100% 100%. ايوه. واعتقد ان المدير الفني في الكره دي اعتقد من بره لو جبت الرياكشن بتاع المدير الفني هتلاقيه يعني زعلان ومتضايق، لان فرصه محققه للتهديف. يعني دي فرصه بنسبه 120%، مش هقول لك بقى 80 90 70، لا ده انا بكلمك فرصه بنسبه 120%. مظبوط. وعملت الكوره، عملت ال الاولانيه حلوه قوي، لا كمان الـ يعني عملت اللي بيسموه الكاونتر اتاك، عملته بشكل رائع جدا، تحول مظبوط قوي زي الجول خد بالك برضو. دي نفس ثاني او ثالث كوره تتعمل النهارده بالشكل ده، انك اتحركت بسرعه، اتنقلت من حته دفاعيه لحته هجوميه بسرعه شديده جدا ووصلت. ده شغل مدير فني اكيد، بس عشان ندي كل دي حقا حقه زي ما انت بتقول. اكيد ما انا بقول لك الحته الدفاعيه، القفله الدفاعيه، التنظيم الدفاعي ده شغل مدير فني قاعد بيشتغل. التحول ده برضو شغل مدير فني بيشتغل، فهو بيجيد في الحته دي سوارش. بس خد بالك انت ممكن في ماتش زي ده تشتغل على بالشكل ده، لكن انت في معظم الماتشات عايز انت اللي تستحوذ، انت اللي تبقى راكب الجيم، مش عايز انت اللي تدافع وتبتدي تتحول. ماشي. في بعض الماتشات ما انا هقول لك خد بالك دي. احنا عشان دي بس يعني الناس هتقول لك حلو قوي والدفاع والكاونتر اتاك حلو في بعض المباريات. أيوه. لكن في اغلب الماتشات صح انت محتاج تبني، بس ما هو برضو انت بتلعب بمين؟ ما انا بقول في يعني بعض الماتشات يا كابتن اهو فكرها في بعض الماتشات الشغل ده يعني الشغل ده مناسب للنهارده امبي، مناسب للاسماعيلي في الماتش اللي فات. أيوه. مناسب بالتركيبه والتوليفه اللي موجوده عندك دي، ده افضل سيناريو تشتغل بيه. تمام. مزبوط. انك تقفل كويس. تمام مظبوط. صح يا كابتن علاء؟ صح يا ابني. بقول لك انت بتقول له ايه؟ هو علاء عايز بيقول لك قول له يعني قول له يعني كفايه ولا ايه؟ علاء عايز يتكلم. لا خد وقتك يا كابتن. ايه؟ اتفضل خد وقتك. انا ممكن اخلص في ثانيه يا كابتن. لا عايز خد وقتك خالص. لا والله علاء مستمتع. انت على ما بيجي لك الدور انا بنسى مين الرابع يا كابتن. لا عايز الحق. اتفضل يا كابتن. علاء قاعد متكيف من الكلام اللي انت بتقوله. وانا والله بالاخير والله. كمل يا كابتن. انا قاعد مع بخره يا كابتن. مع بخره في الكوره اكيد يعني. ده هو في حاجه معاك في والله انا بتكلم بجد على فكره. انا بتكلم انا عارف طبعا. انتوا قاعدين مع بخره في الكوره والله. لا حاجه انا واخدها من الكلام انت بتقوله وحسيتها دلوقتي حتى. طب ما عندهم اهو يعني هو لازم الهدف وبعد الهدف انا يبقى عندي الروح دي طب ما موجوده اهو. لا يا كابتن ما هو برضه بص يا كابتن شريف احنا اتكلمنا في الموضوع دوت كلنا يعني. والتمسنا الاعذار لبعض الولاد لان هم لما تلعب 7-8 ناشئين مع بعض في وسط 2-3 مثلا، لا ما هو برضه غير لما تلعب
ناشئ او اثنين في وسط مجموعه كبيره وفي وسط الاساسي. في حاجه اسمها ايه؟ النجاح بيجيب نجاح. هو كده كابتن بلال خلص ثانيه واحده بس. النجاح بيجيب نجاح كويس ماشي. خلينا نقفش في النجاح النهارده. طيب واحنا بنعمل رسائل مع الاولاد وبنتكلم. المكسب بيجيب مكسب. لا والنجاح عندنا بنقفش في النجاح. ماشي بيجيب مكسب. هو برضو ده على قديم وانت النجاح دلوقتي الجديد. ده الجديد ده الجديد ده الجديد يا ابني. النجاح يجيب نجاح. ايوه كابتن نجاح. تكملة الكلام بلال يعني عشان ما ترجعليش تاني بقى وتروح لعلاء. انا كلمت كده خلص. كده خلص. انا خلصت. انا كده انت قطعت وانا كمان خلاص قطعتنا. عايزين مع الناس تعرف ان لما بتجيب هدف الحماس بيجي لك وبتروح وبتفتح نفسك بتتفتح يا كابتن شريف. نفسك بتتفتح وما بتبقاش بقى خايف يجي فيك اي هدف طبعا. يعني هو ده اللي احنا عايزين نبتدي ونكمل بقى كابتن. اذا كان مش دول بس وفرقتنا انا في حاجه قلتوها بعد هدف مكسوني. فمكسوني تحس ان هو بسبع طروع يلعب لورا وبعدين يطلع قدام وبعدين واحد فيكم قال ايه مكسوني عايز احافظ على الهدف. مكسوني عايز احافظ على المكسب اللي هو جابه. لا ده اللي هو جابه ده عمل واحده كان ممكن تيجي جول حلو. عمل واحده حلوه. ده هدف مكسوني. البليسنج دي لو راحت بقى سيبك من الجول ده. الكره الثانيه اللي حطها من فوق العارضه الحقيقه حلوه جدا يا كابتن. يعني هو خد بالك هو اللي عدلها على يمينه يا كابتن. ايوه انا فاهم. بص خد بالك بص هو استلم بص وصلح. تصدق دي اسهل من الجول متهيألي. لا انت عارف دي انا انت عارف دي مثلا هو فكر كويس فكر. بس دي لو حطها في الدقيقه تي جول بصراحه والله. بص يا كابتن بص على الكوره كده. طب بص يا كابتن بس بص يا كابتن اهو. بس البلعوطي كان قافل الدقيقه. البلعوطي بس صلى على النبي. لا قافل الدقيقه البلعوطي قافل الدقيقه يا كابتن والله العظيم. لو عرض جول دقيقه اللي انت شايفه انها قافلها. لكن هو تفكير باليمين بالنسبه لمكسون غير تفكيري بالشمال. بالشمال فاهم يا كابتن. أيوة. تفكير نفسه انا عارف طبعا عشان تفهمني. الاداء اللي انت بتستخدم الرجل طبعا. يعني هو مره جاب هدف من ناحيه اليمين بشماله. مزبوط. عملها بليسنج حلو قوي. صح. هو التفكير بقى بيختلف لان هي جت على الرجل اللي هي مش اساسيه بالنسبه له فراح مدي فيها قوه. طبعا كل اللي انت بتقوله صح على فكره. على اليمين في على الارض هتخش هدف ولو اتعمل صح. بس هو عشان جت على يمينه. بس هو في سيمبا عمل واحد كده زي دي بس جوه. دخل بالكوره جوه هو اشول وراح شايط بيمينه وراح داخله شوط جت فينا كابتن ضدنا في الدقيقه. كانت في الدقيقه. ايوه فوق بس فوق مش تحت. شوط. ايوه يعني بوش رجل. ايوه دي مش بوش رجل. ده ركنها دي ركنه بس جامده شويه. هي مش بتاعته اليمين دي الفرق. يعني يمينه دايما الاشول بيشوط حط فوق قوه. مزبوط. انما لما بتيجي على الشمال زي زياد طارق. لما جت على يمينه النهارده عمل ايه؟ شوط. شوط على الارض. ايوه وحصل فولو لمحمد محمود. زياد طارق برده لما الهدف اللي جه لما من ناحيه اليمين عمل ايه؟ بليسنج بالشمال لان الشمال اللي هو انا بثق فيها. هو مميز فيها. ايوه انا بثق فيها دي حاجه الاساسيه بتاعتي. هي دي بس يعني بص ادي زاد بيمينه لان الراجل رايح عارف ان هيشوط بشماله زياد. بس عايز اقول لك حاجه في الكوره دي يا كابتن علاء. اتفضل. صعبه برضو لمحمد محمود جدا. صعبه جدا محدش يستسهلها. صعبه في المكان وصعبه في والوقفه وفي التنفيذ ولسه نازل وفي التنفيذ كمان في كل حاجه ولسه نازل عشان يعني هو سبحان الله يعني ربنا كافئه بالهدف ده. دول. لا يعني انا ما انت لهم ولا اعتراض. لا انا مصر على لا مصر على محمود ما يعني لا لازم ياخد وقت اكتر من كده بكتير. لعيب انا بثق فيه جدا جدا جدا. بص يعني زياد هنا بيمين شوطه. ايوه مظبوط. لو على الشمال في الموقف ده يا ايمن هتلاقي البليسنج الحل الاول. الحل الاول بص هنا وعارف هيشوط لم. طبعا المهاره ممتازه من زياد والقرار حلو قوي والفولو اول لمسه وكره برده مش سهله زي انت تقول لمحمد محمود. صحيح. لكن يعني هي مكافاه لمحمد محمود ومكافاه للولاد النهارده الصغيرين. هم فعلا الشوط الثاني بعد ضربه الجزاء لا القلق ان هو مش عايز يخسر والحماس وبعد الهدف الاول الحلو كمان دورت على الهدف الثاني. أيوه. ودي بالزبط. تحسب لهم على فكره حتى بالزبط. لو مستر ريكاردو هو اللي قال او هو من جواهم ولو من جواهم عندي بالنسبه لي انا بقى احسن يبقى عندك الرغبه ان تغطي الهدف بهدف ثاني. انا بالنسبه لي طبعا احسن بكتير. يبقى دي حاجه جواك انت نابع من جواك انت. انت عايز هدف لا انا عايز اجيب الهدف الثاني ده من الفرصه متاحه والمساحات موجوده. ما خد بالك كمان لما نيجي تتكلم على الاهداف وتتكلم على فريق انبي شوط ثاني. انبي كمان فريق في الشوط الثاني مهلهل تماما ويحسب لاشبال النادي الاهلي استغلوا مساحات كويس قوي مع نزول المكسوني مع لا معلش انا عايز اسال سؤال. هو الموسم تقريبا انتهى كويس. هل انتهى فعلا داخل الملعب لبعض الفرق او لبعض اللعيبه المفهوم بتاعهم؟ يعني انا نازل كده تاديه واجب يعني نازل موظف في بعض الفرق. ثلاث موظفين
بيروح يقدم ويمشي وخلاص الموسم انتهى. لا حتى في المباريات يعني في التمرين ممكن يعني ممكن تلاقي لا والمباريات والله يعني بيقدم مباراه خلاص في الهدوء كده خلاص على كده 90 دقيقه وتعدي ما عندوش سبوع اطول بيخافوا يتعوروا بقى لا ولا مش حكايه يعني بص يا ايمن يا كابتن بص يا ايمن هو بتلعب ولاد صغيره عندهم 18 سنه 90% من فريق امبي النهارده ايه طموحه؟ ممكن تقول لي لعيب اقول لك انا اكسب النادي الاهلي ماشي كويس اكسب النادي الاهلي ماشي متغلب ما حدش هيقول لي ساعتها ساعه النتائج ما بيتقالش ايه ان النادي الاهلي كان بيلعب بالناشئين لا النادي الاهلي كان بيلعب تسع لعيبه صغيرين بس هقول لك امبي كسب الاهلي انا عندي طموح ده ماتش الاهلي والزمالك دول الطموح ده بنستناهم بالسنه في الفرق الصغيره الطموح ده مش مصر عليه قوي الطموح ده لو جت جت ما جتش ما جتش هو ما عندوش مشكله هو خلاص ضمن بقائه في الدوري معظم اللعيبه موجوده ما عندهمش بص يا كابتن ما هو معلش بقى نتكلم بقى بصراحه يعني يبقى فكر اللعيب ده فكر اللعيب ده لو هو بالاسلوب دوت ما ينفعش فرقه كبيره لو بتفكر في اللعيب ده انا عن نفسي فريقين بده كله مفيش حد يفكر فيه ما انا هو لو فكر انا بقول لو وجهه نظر لو فكر اللعيب بالاسلوب ده ما انا دلوقتي لما ببقى عايز اجيب لعيبه يا كابتن علي بتشوف شخصيته ماشي ماشي صح؟ انا على فكره انا عارف كل ده وعارف الشخصيه وعارف ابص عليه انا النهارده وجهه نظري متواضعه جدا يعني على قدي فريق ده كله مفيش حد ابص عليه ولا ايبوكا ده خالص منتهي تماما بالنسبه لي ولا لعيب يلفت نظر الفريق امبي ده كله اللي بدا واللي غير واللي كمل هو عشان الظهور النهارده بمستوى متواضع ولا انت متابعه من فتره؟ ما النهارده انا مش شايف حد مستوى متواضع مستوى متواضع جدا جدا فوق ما تتخيل لان النهارده الفريق ده كله ما فيهوش حد يعني يلفت يعني النظر يلفت نظري خالص انا خالص كله متواضع وكله بيأدي وكله خلاص وعلى حسب على حسب الموقف بتلعب فيه مفيش ابتكار مفيش حاجه خالص شوط اول احنا كلنا مخنوقين مخنوقين كلنا مش لاقيين لعبه ويمكن قلنا الولاد الصغيرين لكن الشوط الثاني كمان لما ضربه الجزاء ضاعت وبدا يبقى فيه مجرد شويه في اللعب لا انت كنت احسن وانت كنت مستغل كل الملعب كويس او انت حماسك اعلى والرغبه عندك عاليه وجبت هدف وجبت الثاني ايه رده فعل امبي ولا حاجه خالص ولا حاجه خالص ولا حتى على المستوى الجماعي ولا حتى على المستوى الفردي طب ما انت بقول لك ايه يا ايمن هو انت ما بتيجي تختار لعيب انت مش بتشوف الاول نوعيه اللعيب ده ايه مظبوط عشان كده بقول لك انت بتشوف ايه نوعيته انت ما بتفرجش عليه في الملعب بس شخصيته المواقف اللي انت عشان انت نادي اهلي طبعا لما تبص على لعيب انت بتبص عليه زيك زي اي حد بالظبط انا بجيب لعيب ذو مواصفات خاصه لما اتحط في مواقف هيبان انما المواقف كلها النهارده ولا حاجه خالص مفيش نظرك لاي لعيب 0-0 1-0 2-0 نفس الشكل ونفس الاداء مفيش ولا غيره ولا حاجه خالص طب ما الغيره دي هتيجي منين؟ دي حاجه انت مولود بيها حاجه طبيعتك انت بتتزرع فيك ده احنا كنا بنتكلم بتقول انا لو بلعب في الشارع مش عايز اخسر صح. في الشارع فانا لما اجي اجيب لعيب ده لازم كده امسك اللعيب ده بص عليه في كل المواقف مش في الملعب بس ومهارته ايه لا 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 الكلام ده قديم قوي لما تبص على لعيب لو لفت نظرك في مهاره في تحرك في جري جميل قوي مين اللي بيبص؟ عارف يا كابتن ما اعرفش الناس المختصه ما بكلمش انا لما باجي ابص على لعيب انا عن نفسي أي. انا بشوف ببص على الحتت دي أي. انا في اختياراتك للعيبه طبعا يعني انا هكمل على كلام كابتن علي حاجه صغيره يعني بص اللعيب الكبير دايما يا كابتن بتعرفه من الماتشات اللي زي دي بمعنى ايه النهارده كل كره بيستلمها ايبوكا رقم واحد بيفكر ازاي يعمل شو ازاي يعدي ازاي ازاي يحط رجله ازاي عايز يجري بالكوره ازاي عايز يرقص واحد ازاي هو مش بيفكر يعني كلاعب محترف يقدر يفيد فرقته ازاي خد بالك هو بيفكر انا هبان شكلي عامل ازاي عايز اطلع احضن الكره كويس عايز ازقها واجري يعني انت قدام مع احترامي طبعا ليه لكن انا بكلمك على لعيب كوره مش شخصي لعيب عشوائي فاهم قصدي كل فكره انه الناس يعني الفرق اللي قدامي دي هيفكروا فيها ازاي؟ الاهلي هيفكر فيا كراس حربه ازاي؟ عنده امكانيات؟ عنده قوه وعنده سرعه يعني مش هنتكلم في الامكانيات بس مش امكانياتك بس خد بالك انت بتتكلم على شخصيته 70% من اللعيب فكر ايوه فكر ايوه ايه اللي بيفرق واحد عن واحد؟ خد بالك يعني عايز اقول لك فابريجاس لو تفتكر أيه. لعيب ما كانش سريع كان بطيء أيه. جدا لكن كان بلمسه او الثانيه بيقدر يوصلك للجول انت عايز تقول يا كابتن بلال ان حتى
لو انت لعيب كويس بس مش شرط تبقى لعيب كويس وتلعب في نادي تلعب كبير. تلعب في فريق كبير اه طبعا حلو ده كويس حلو يعني امبي يعني آه. يعني امبي من الفرق اللي ما بتلعبش على طوله متوسط تمام آه. ما بتلعبش على طوله بالزبط. تمام هو لو ليفل بيشتغل عليه آه. ولا حتى في على المستوى الاربعه الكبار يعني تمام آه. هو بيشتغل في يعني الوسط. حته محدده حتى فيمشي معاه ممكن كتير. يمشي معاه الافكار دي أي. يعني شلبي لعيب برضو لعيب مش وحش امكانياته كويسه بس رقم واحد بالنسبه له هرقص ازاي هعدي عايز اعمل كرة بالعرض طب انا انت في اوقات كتير جدا الفرق الكبيره خاصه يعني كل دقيقه بتعدي عليك ليها قيمه كبيره جدا جدا انت بتخوض مباريات كتيره جدا بتخوض مباريات في افريقيا في النهايات ممكن تبقى مغلوب ممكن تبقى متعادل بتلعب هنا على ملعبك الناحيه دي كل دقيقه لها ثمن بتلعب بره ملعبك كل دقيقه لها ثمن الفرق الكبيره لما بتيجي تقيم لعيب مش بتقيمه بقى كيعني يلا كله على بعضه تمام ده بيعرف رقص وبيعرف شوط وبتاع لا طبعا انت امتى بتشتغل تحت ضغط امتى بتشتغل وانت الدنيا حلوه معاك سلوكك داخل الملعب امكانياتك وقدراتك لعبك الجماعي لعبك الفردي شخصيتك داخل الملعب كل دي حاجات انت بتقيم عليها اهم حاجه في كل الكلام ده شخصيتك بص يا ايمن لعيب الكره الاول قلب وبعدين تفكير أي. قلب أي. قلبك هو ده وبعدين انت تفكر ازاي وتتصرف ازاي وبتعمل ايه بلاقي بيقول لك سلوكك جوه الملعب خد وضافه جديده وخارج الملعب انت بتهزر انت ايه سلوكك خارج الملعب عامل ازاي نظام حياتك ازاي نظام حياتك ازاي هل انت من بتسهر بتخرج بتروح بتيجي وانا لما بجيب لعيب انا بدفع فيه فلوس بدفع فلوس كويسه كويس عشان اخد اقصى استفاده من اللعيب ده صح. لو هو عنده مهاره ولعيب كويس والكلام ده جميل بس مش ده لفت نظري اللعيب ده لازم قبل ما افكر فيه لازم يعني افصصه كده زي ما بيقولوا ببلدي اعرف كل حاجه عنه حياته ازاي بتمر ازاي بيتحرك ازاي تفكيره ازاي بيتحط في مواقف بتبقى عامل ازاي لان المواقف بتاعت انبي او اي نادي غير مواقف النادي الاهلي طبعا. غير حمل النادي الاهلي غير جماهير النادي الاهلي صح. غير تيشيرت النادي الاهلي النادي الاهلي التيشيرت بتاعه هي مش كلمه تقيل جدا تقيل طبعا احنا على فكره ياما جبنا لعيب ما استحملتش التيشيرت ده أيوه. وقعدت على جنب ودفعت فلوس كتير جدا أيوه. لكن ما يعني مش ماشيه معاه في نفس الخط بتاعك والنادي الاهلي ده عامه هو كده النادي الاهلي اشتريته معايا لعيبه وكده والله لو اللعيب ده دخل في منظومه النادي الاهلي يا ريت اضافه حلوه ما دخلش النادي الاهلي مش هيحصل حاجه انت هتركن على جنب وخلاص على كده الموضوع انتهى وياما النادي الاهلي جاب لعيبه كبيره جدا ودخلت منظومه النادي الاهلي بس جاب لعيبه صح حتى لو الافكار اتغيرت يعني زمان كنت ممكن اجيب عشان لعيب سريع وبيعرف يرقص كنت ممكن اجيب لعيب عشان كده زمان كل حاجه بتتغير وقت يا ايمن المفاهيم اتغيرت لازم الاول مثلا يعني اللعيب ده كشف اصاباته ايه لما اجي اجيب لعيب كشف اصاباته ايه بيستحمل ايه لان انت ارتباطاتك ومبارياتك عالية جدا انت الموسم عندك شاق جدا فانت عايز لا وبتتكلم على كمان ايه فرقه بتلعب على بطوله بس ما انا بقول بتلعب على مكسب بس دي حاجه دي بقى شخصيه اللعيبه يعني. اقول لك كمان انت بدنيا اللعيب ده هل صح. هيستحمل الموسم كمان معاك باحتكاكات بافريقيا بهنا 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 بالضغوط هو ده الوقت ده الفكر كده الفكر مش ان انا اجيب لعيب بيعرف يرقص وبيشوط خالص طب ماما يا سلام ده انا كده اجيب بقى الدنيا كلها ما كل الناس بتعرف ترقص وتشوط لكن لما اجي اجيب لعيب هو ده الفريق في النادي الاهلي لعيب انا عيني تروح له بقى في كل الايجابيات اللي عنده واشوف ايه السلبيات اللي عنده ما هو مفيش حاجه كامله خالص في الحياه كمان لله وحده لكن لما اجيب لعيب اشوف لو عنده مثلا 70-75% حاجات كويسه وعنده حاجات بسيطه انا اقدر اتحكم فيها اصلحها انسان جميل وفي لجان في الانديه كبيره كابتن بتبقى مسؤوله عن الاختيارات المفروض المفترض مش المدرب مش المدير الفني المدير الفني ما اختارش المدير الفني يقول انا عايز في المكان عايز ده عايز لعيب مثلا عايز راس حربة مواصفات كذا مواصفات كذا 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 ماشي انا ابدا اشتغل اشوف اقرب لعيب مواصفات اللي عايزها المدير الفني ده انا اكون لازم اكون مركز مثلا معاه من اول السنه او من بدايه الموسم او اعرف عنه من فتره من الاول خالص ما انا اسامه ممكن نتكلم الموضوع ده انك تقعد معاه من اول خالص انا محتاج مثلا عايز اتنين ديفندر في نص الملعب ده بدري مش اخر السنه لا اخر يعني السنه ده بدري اهو لا من البدايه انا محتاج كذا 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 بيبدا يشوف يبدا يكلم الناس ويبدا يشوف اقرب واحد للمتطلبات المدير الفني وابدا اعرض عليه هو يعني اكيد طبعا المدير الفني هيبص عليه لكن مش المدير الفني هو اللي يروح يشتري لعيبه الكلام ده كلام ده تهريج طبعا صح. يعني لكن صح. هي انا بتكلم دايما على الانديه الكبيره يعني ماليش دعوه بالانديه الصغيره وانديه الوسط الصغيره دي
عامه وكلاء هم اللي بيتحكموا في الليله كلها. كان بيتكلم عن انديه كبيره، والكبيره هتتكلم عن النادي الاهلي. لما باجي اجيب لعيبه لازم يبقى المواصفات تليق باسم النادي الاهلي، بحجم النادي الاهلي، بارتباطات النادي الاهلي، العقليه دي اهم حاجه في كل الكلام ده. انت عقليتك ايه؟ هو ده الكلام. قلبك ايه؟ بتستحمل ازاي؟ بتتحرك ازاي؟ ازاي بتغير؟ ازاي بتبقى متضايق؟ ازاي ما بتخسرش؟ الحاجات دي كلها هتخلي ناس كتير تعيد تفكيرها في حاجات كتير جدا. انا بتكلم كلام عام، ممكن ابقى غلطه وممكن ابقى يعني صح او غلط، بس انا بتكلم على حسب معرفتي وعلى حسب لعب وعلى حسب ما عشت في النادي الاهلي، وعلى حسب ان اعرف. كلنا عارفين النادي الاهلي ليه طباع خاصه، ليه حاجات كده خاصه جدا. ممكن يبقى لعيب كويس قوي بس في الاخر مش هيناسب في النادي الاهلي، مش هيناسب. وبعدين لازم اجيب المكان اللي محتاجه، مش اجيب لعيبه بس. ايوه انت فاهمني، دي اهم حاجه. وما تسرعش طبعا. هو انت معلش انا قلت عليك لا 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 انت يعني بالاضافه للكلام على انت لازم اللي هتجيبه ده اولا لازم يبقى فيه متابعه واضحه ليه في السنه او السنتين السنتين الاخرانيين، زي ما علاء قال اصاباته، نسبه مشاركاته، صح، تاثيره في الفرقه الثانيه، سلوكه شخصيته، حاجات كتيره جدا. وبعدين متابعه ادائه في اثناء المباريات كلها، بمعنى ايه؟ متابعه ادائه في ال 90 دقيقه، لانه في لعيبه كتير جدا وبالذات في الكره العربيه بياخد لقطه في ماتش او في ماتشين، كل 7-8 ماتشات ونطلع نقول احنا ده مكسر الدنيا وعامل وعامل وعامل، لكن انت مش متابعه كويس قوي طوال ال 90 دقيقه وبيعمل ايه. مزبوط. في كل مباراه يعني انت يعني زي ما علاء قال، جاب جون شكله حلو، رقص ترقيصه وشاط شوطه حلوه، في على مثلا تحسبها له هتلاقيها في مدار مثلا 5-6 ماتشات عمل كده. طب اداؤه في في ال 90 دقيقه في الماتش ايه؟ مظبوط. فانت بتروح مستعجل وجايبه. انا بتكلم على عامه يعني، ففي مواصفات كتير. بس انت برضه لحظه احنا برضه لا معلش احنا بنتكلم عامه في الاختيارات، ولكن الاختيارات لبعض الانديه غير الاختيارات طبعا لبعض الانديه الاخرى. طبعا يعني انا هتكلم عن فرق بطوله. ما هو انا لما قلت انت لما سالتني السؤال على موضوع لما كنا بنتكلم على اللعيبه، انا قلت لك اول اربع فرق، اول اربع فرق الزمالك والاهلي وبيراميدز وفيوتشر، قلت لك احسن قائمه لعيبه في الاربع فرق دولت. مظبوط، لان هم طلعوا الاربعه الاوائل. يعني الباقي ممكن من الجايز يكون في لعيب افضل من لعيب في الاربعه دولت، بس القائمه مش قائمة الفرقة اللي تجيب له المركز الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. يعني فده طبيعي. مزبوط. إنك أنت بتجيب لعيبة بمواصفات معينة حسب الهدف اللي أنت رايح له. أنا بلعب على بطولة وبطولات النادي الأهلي غير، مع احترامي لجميع الأندية، بقية الأندية مثلا فرقة بتلعب علشان تقعد في الدوري. وبتنافس وعلى آخر ماتش هتقعد أو مش هتقعد، أو فرقة همها كله إنها تبقى في نص الجدول ولعبته مواصفاته غير اللعيبه. بس في حاجه، ما هو انتوا برضه ما هو النادي الاهلي والانديه الكبيره يعني ساعات بيجيبوا لعيبه من انديه وسط او من انديه درجه ثانيه، ممكن، ولكن فكره وشخصيته تتواءم مع طبيعي لعيبه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، وكمان اسلوبه لا عايز اعمل حاجه. أيوة، عايز اخد بطوله. هو مش شرط الفرقه اللي كان بيلعب فيها برضه. لا مش شرط يعني لا احنا مش بنقول كده، ان احنا قلنا اهو ما في لاعبين جيدين في بعض الانديه حتى اللي هتهبط. بالظبط، ماشي، وممكن يجي يلعب اهلي او انديه الكبيره. بس انت احنا بنتكلم على اسلوب الاختيار، ما يبقاش مجرد ان واحد لعب كورتين ثلاثه حلوين او جاب فيها جول شكله حلو او في النادي الكبير الثاني الزمالك او بيراميدز او مش عارف ايه، شفت جاب جون عالمي وخلاص ومش متابعه بصوره جيده طوال الموسم واستعجل واطرح اسمه واجيبه. دي نقطه. الحاجه الثانيه، موضوع الشخصيه ده مهم جدا. في واحد شخصيته مع فرقه زي النادي الاهلي شخصيته بيستحمل الضغوط، قوي، ما بيخافش، مش قوي يعني اقصد جسمانيا، قوي يعني شخصيته قويه،
ما بيقلقش، ما بيقلقش من لو مثلا انا مغلوب 1-0 ولا 2-0 وناقص ثلث ساعه، في واحد بيهر ويبقى قلقان، في واحد تاني لا واقف على رجله ثابت ويستحمل، في واحد بيتحط في اجواء ضغوط كبيره وسط 40 و50 و60 ألف متفرج بره او جوه مستحمل، في واحد بيكش جدا وتلاقيه في التدريب شكله حلو جدا ينزل الماتش ما بتديش منه حاجه، وكلنا كلنا مر علينا الظروف ده الظروف دي. في لعيبه جت زي ما علاء قال وشريف وبلاد، لعيبه جت كانت مميزه في فرقها، جت ما استحملتش الضغوط في النادي الاهلي، وفي لعيبه ممكن يكون جاي مش نجم قوي او الناس مش حاسه بيه قوي، تلاقي بقى ليه تاثير قوي في فرقه النادي الاهلي ولعب كذا سنه او بقى ليه تاثير. فموضوع الاختيار مش بس لازم يبقى فيه لجان، ولكن المدير الفني برضه بيشارك فيها، هو مش صحيح. قراره لوحده صح، يعني المدير الفني مش قراره لوحده، لان انت مفروض المدير الفني ده ممكن يجي سنه ويمشي، ممكن يجي 6 شهور ويمشي، ممكن يجي، فلازم يبقى فيه ولكن المدير الفني برضه اللي هو جاي من اول السنه ومتابع وعايش وعارف برضه احتياجاته في بعض الحاجات، لازم يبقى فيه مشاركه. وعلى فكره ده مش بيحصل في الكره المصريه بس، حتى في الكره العالميه صح. يعني جارديولا ولا مدرب ليفربول كلوب او كذا بيشارك في انه يقول انا عايز اللعيب الفلاني او اللعيب الفلاني، بس في لجان برضه يعني ما مش متسابه، وبيحط البدائل كمان يا كابتن، بيحط البدائل، لان ممكن ده تيجي تجيبه يقول لك ده ب 100 مليون طبعا طبعا لا 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 حسب امكانيات النادي، ما هو النادي بيحط استراتيجيه في امكانياته في ظروفه في البطولات اللي عايز يشارك فيها، فهي بتبقى مشاركه ما اقدرش اسيبها للمدير الفني لوحده، وبرضه ما اقدرش اسيبها للجنه لوحدها والشخص والمدير الفني يكون مثلا عايز سنه ولا سنتين وملوش اي صحيح. فهي عمليه مشتركه. في حاجه ثانيه عايز اقولها، عشان تلعب في الاهلي او تلعب في الفرق الكبيره او تلعب بره زي ما بيقول في ليفربول او اي حته دي، اللعيب الكويس وسريع من غير كوره، ده اهم مواصفات اللعيب الكوره اللي هو الاي كلاس اللي الناس كلها لازم تبص له. انت بتتكلم على المهاجم ولا اي حته في نص الملعب بياخد الكره ويروح بمهاجم كره بتتلعب له بيروح أيوه. وتفكيره سرعه تفكيره وتنفيذه سرعه اللاعب هي اللي بتحدد له سعره او بتحدد وجوده في اي مكان. طب نستاذنكم نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر سواريش قال ايه بعد المباراه. قبل اي شيء يا جماعه مساء الخير جميعا، mas hoje não quero responder a nenhuma pergunta. طبعاً بعتذر لكم لأن النهارده مش عايز أجاوب على أي أسئلة. espero que compreendam, peço já desculpa já porque respeito muito o vosso trabalho. طبعاً عايزكم تتفهموا النقطة دي لأن أنا بحترم جداً شغلكم. hoje não vou fazer nenhuma pergunta. بس النهارده مش هجاوب على أي سؤال. não vou responder. مش هجاوب. se me permitem, eu gostava de me dirigir aos nossos adeptos, aos adeptos do Alvi. طبعاً لو تسمح لي أنا أول حاجة عايز أشكر جماهيرنا، جماهير النادي الأهلي. sei bem da grandeza do clube. طبعا عارفين احنا حجم النادي الاهلي. e sei bem da exigência existente no clube. وعارفين طبعا ايه المتطلبات المطلوبه من النادي. estou aqui no Ali para ganhar tudo. انا موجود هنا في الاهلي عشان افوز بكل شيء. e quando digo tudo é tudo mesmo. وقت ما اقول كل شيء يعني كل شيء حقيقي. temos jogado 3 em 3 dias. لعبنا كل 3 ايام المباريات. temos o plantel quase todo em casa. عندنا تقريبا الفريق كله مش موجود. muitos lesionados. اصابات كتيره. introduzimos um conjunto de jovens que estão a trabalhar para o futuro. كان معانا عدد من الناشئين اللي بيشتغلوا عشان المستقبل واللي سنهم صغير. e como a direção disse há uns tempos atrás. وزي ما الاداره قالت من وقت فات. tivemos alguns erros. da arbitragem que faz parte do futebol, mas nós fomos penalizados. طبعا كان في بعض الاخطاء التحكيميه ودي كانت جزء من كره القدم ولكن برضه في نفس الوقت عطلتنا او اثرت علينا. não estou aqui a arranjar desculpas nem coisa que se pareça. انا طبعا هنا مش موجود عشان احط اعذار لاي حاجه بتبدو ليك او بتشوفها قدامك. os verdadeiros adeptos do Ali. الجمهور الحقيقي او المشجعين الحقيقيين للنادي الاهلي. sabem que tem treinador com coragem. عارفين ان في مدرب موجود شجاع جدا. كون كاراتر. عنده شخصيه. estou a dizer-vos e para terminar. وانا بقول لكم عشان اخلص. ك
que em condições normais, que في الظروف العادية, o Ali para o ano, إن شاء الله الأهلي السنة الجاية, vai ganhar tudo. هيفوز بكل شيء. Boa noite para todos. ومساء الخير جميعا. طيب المؤتمر انتهى سريعا, بس واضح طبعا ان مستر سواريش راضي النهارده على المكسب. ما هو كابتن شريف اتكلم؟ لا ما اتكلمش والله, اتكلم ما قالش حاجه. هو اللعيب السريع اللي بيروح على الجون دي بسرعه بالنسبه لك كلام؟ اه طبعا, امال مش خدت وقتك؟ نخش بقى على بلال هو اللي عليه الدور الحقيقه. قول يا كابتن عايز تقول ايه؟ هو بلال اللي انا كابتن شريف. كابتن شريف انا كابتن, كان بعد كابتن اسامه. ايوه بعد اسامه انا قطعت. كابتن شريف لو عايز يتكلم المجال مفتوح له يعني. هو قفل اصلا عليا. انا رجعتك اهو. ماشي. لا انا قطعت عليه. بقول لك المجال مفتوح. انا قطعت عليه. المجال مفتوح لك اي وقت. انا كابتن شريف ده انا كلام. انا اللي عدلت. لا نتكلم. اتفضل. لا اتفضل سيادتك. بص انا عايز اكلمك على حاجه. انت من دقيقتين كنت معانا. اتفضل. لا انا عايز اكلمك بجد على حاجه بقى معينه, ودي احنا برضو بجد فعلا شفناها. شفناها في اوقات كتير يعني. وممكن لعيب يكون لعيب كويس بس ما يمشيش في الوقت ده مع النادي الاهلي ولا هو شخصيه النادي. دي حاجه. ممكن لعيب يبقى كويس بس ياخد وقت عشان يعبر عن نفسه. شفتها؟ يعبر عن نفسه في نادي كبير زي النادي الاهلي. يعني ممكن مش اول سنه, زي مثلا فلافيو صبر عليه جدا جدا جدا. لا مستر مانويل جوزيه. لا سيبك من فلافيو. لا ما هو دي خلينا ده مثل. خلينا في جيلبرتو. ماشي خلينا في جيلبرتو. طيب كابتن علاء اتفضل. ماشي. يعني كان في بدايه الامر كان لعيب تقليدي كلاسيكي. أيوه مظبوط. بعد كده اتنقل حته ثانيه. بس بعد هو قد ايه؟ بعد سنتين. بعد بالظبط سنتين بالظبط. واخد بالك؟ انت ممكن يكون عندك فعلا لعيب, يعني انت شايف ان هو لعيب كويس, بس خد بالك هو لازم تكون انت وانت بتجيبه اصلا هو لعيب كويس قوي. ماشي. بس لما يجي عندك يعني ياخد شويه عشان يتاقلم. ماشي. بس وانت بتجيبه اساسا وانت بتختاره لا تحس في كل الحاجات, كل الصفات موجوده في الشخصيه زي ما اتفقنا, في الامكانيات والقدرات الفنيه العاليه جدا, لعيب ملتزم جوه الملعب وبره. أيوه الملعب. ده مش مدير فني بس. ما هو انا هقول لك حاجه. لو كان مستر مانويل جوزيه مشي السنه الاولانيه بتاعت فلافيو, كان فلافيو كمل؟ اكيد لا طبعا. انت ما تجيبش استثناء يا ايمن وتحكم عليه. انا بتكلم على استثناء يا كابتن. لا وانا هجيب لعيب. معلش يا ايمن معلش. وانا هجيب لعيب محترف هدفع فيه 70 80 مليون وهتقول لي اقعد اصبر عليه سنتين؟ سنتين ايه؟ ده المفروض من اول ما يجي من اول يوم يكون مؤثر في الفرقه. اذا خد له في واحد ممكن يتاخر ماتشين ثلاثه ماشي, لكن مش هقعد استعمل واحد سنه. انت صبرت على جيلبرتو وعلى فلافيو. لا جيلبرتو لا كان جيلبرتو بعد ثاني سنه. لا في فرق. بلال بيقول لك ايه؟ جيلبرتو كان كويس لكن تالق اكتر بعد سنتين. لكن مش كان وحش سنتين. ما هو تالق يعني ايه؟ نادي واحد وحش سنتين. نادي اهلي ماشي. المشكله بين جيلبرتو وفلافيو, فلافيو مهمته واحد بيحرز اهداف. ايوه صح. كان استاذ جيلبرتو كان بيأدي مفيش مشكله بس يأدي الاداء الكلاسيكي. انما بعد كده مظبوط حاجه ثانيه. لكن هي الاستثناء الوحيد. انا عامه ما بحبش احكم على استثناء. ايوه انا بكره الموضوع ده بطريقه مش يعني بجد حاجه معصبه. فلافيو ده مش استثناء, دي ما احكمش عليها. مش هو ده مش ده الراي بتاعي. فلافيو استثناء صبرت عليه. ما هو انا لما بتكلم بقول ايه؟ هقول لك يا ايمن هي استثناء مش هيبقى حكم عليه او مش هبني عليه. انا ببني على الحاجه الاساسيه. الاستثناءات دي ما احكمش عليها. معلش طب هقول لك حاجه. لا عشان الكلام فيها كتير. كمل بس يا كابتن. حتى فلافيو على فكره ويمكن علاء عارف, مانويل جوزيه جه في وقت كان خلاص مقرر خلاص هيمشيه. ده هو ربنا سبحان الله بقى اتفتحت معاه لما سبول بقى قفاه للمحل في قفاه ايا كان. لا في قفاه سبول مش في ضهره والله جت في قفاه. انا بقولها خيرة راسه في قفاه ايا كان. انا مهما كنت مدير فني او اداره نادي او بتاع, جبت لعيب وكان كويس وعارف ان هو كويس وقعد معايا سنه وحش وسنه وحش, انا جايبه بالارقام دي كلها بالملايين دي عشان يقعد معايا سنه سنتين وحش اقول اصبر عليه؟ اصبر عليه ايه؟ ولا انا لعيب بقى كابتن. ما انت جبت ميكاليلي ده ولا بتاع ومشيت وهو نفسه من الماستر مستر مانويل جوزيه اللي جابه وهو برضه اللي مشاه. طب قال له جاب كاستيلو برضه هو اللي مشاه. بص يا كابتن اسامه, بس دي في نقطه بس عايز اقولها في حته الاستثناء دي. انا ممكن طول ما الظروف ماشيه وشغاله, طول ما انا وبكسب, طول ما انا كمدير فني يعني التعليقات والضغوطات قليله اقل. طب خد بالك
انما النهارده لو الامور مش ماشيه تمام الامر بقى مختلف تماما. يعني انت وضعيه النهارده غير وضعيه زمان السكواد بتاعك النهارده غير السكواد بتاعك زمان. صحيح. الامور كانت مختلفه تماما. الاهلي زمان كان عنده فرقتين ونص تمام وبقيه الفرق اقل بكتير جدا 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 في المستوى. أي. بما فيهم المنافس بتاعك. النهارده عشان المواهب يعني قريبه من بعضها تمام والامكانيات قريبه من بعضها فانت ما فيش الفروقات الكبيره. فانت عشان كده النهارده لما تجيب محترف زي ما كابتن اسامه بيقول من اول ماتش لازم تبان تبان امراته. مظبوط. وبعدين زمان انت كنت يعني بتجيب اللعيب ب 100,000 دولار دلوقتي النهارده انت اقل لعيب بالنسبه لك بتجيبه ب 2 و3 فاهم قصدي. فالنهارده ما تستحملش لا امكانيات ماديه ولا داخل الملعب انك يبقى عندك تجارب للمحترفين. أي. تجارب للمحترفين. أي. لا انت عايز تجيب محترف يبقى رقم واحد بالنسبه لك. صحيح. لان انت اصلا خد بالك انت عندك 5 محترفين. انت الخمسه دول لو ما صنعوش الفارق من مش هنقول اول ماتش يا سيدي من اول 3-4 ماتشات نص الفرقه يبقى محترف ازاي؟ ايه اللي كبيرك تجيب لعيب صح برو ايه اللي كبيرك تدفع كل فلوس ما ده اللي انا بقولك يا ابني الاوضاع مختلف لازم يكون دولي في بلده خد بالك لازم يكون 21 22 سنه بس المقاييس لازم يبقى قريب من ديانج يا كابتن شريف يعني المقاييس دي المفروض الاتحاد اللي يحطها اتحاد مين؟ اتحاد الكوره يحطها يحط شروط يحط شروط ان ما الدوري المصري النهارده بالقيمه التسويقيه دي ما يجيش واحد كان بيدرس في الازهر تمام؟ بتكلم جد والله العظيم لا انا بقصد حاجه ثانيه انا في ايدي ان انا بدفع كل اللي انتم بتقولوا عليه ده ان انا اجيب لعيب كويس قوي ايوه لعيب كويس قوي في بلده حتى لو هجيبه من بلده بيمثل بلده على الاقل دوليا يا كابتن شريف بس في حته الاستبدال يا كابتن شريف بس هقول لك حاجه ديانج مش اساسي في بلده ماشي وهنا بس ما شاء الله اخطبوط بس خلينا يعني بس لعيب منتخب لعيب منتخب بالظبط لعيب منتخب فاهم قصدي؟ طبعا بس اختيار في سنا وموضوعا او بيتعرف فيه ملايين دلوقتي طب يا كابتن شريف هقول لك بس استاذنك في حاجه بس نطلع فاصل وبعدين نتكلم بتوسع في الموضوع ده ماشي بس هكمل في النقطه ايوه ماشي اوكي طيب فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار انتظرونا نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين عشان بص يا كابتن نخلص من الموال ده خد ارجع لك خد اسامه ايوه كابتن اسامه قبل ما اقطعه لا قبل ما اقطعه والله اسامه اللي كان بيتكلم انا مش فارق معايا اسامه اللي كان بيتكلم بتقول ايه انا مش فارق معايا ترجع لمين ماشي انا فارق معايا اللي بيقول اسامه اللي كان بيتكلم القاضي اللي قاعد هناك نائب المحكمه ده معلش ماشي لك كابتن اسامه كل اللي هتقول حاجه اتفضل لا هي كلمه واحده اتفضل يا اخي سيبه اتكلم يلا فرحانين النهارده اتفضل الحمد لله نوعيه اللاعب اللي بيحددها المدرب اللي بيجي وبيشوف زي النهارده سواريز ده جه قاعد شاف وشاف اصابات وشاف حاجات كده واتكلم هو دلوقتي في المؤتمر هو ادي وجهه النظر انت بقالك قد ايه مع الفرقه بتاعتك 3-4 سنين الفرقه دي عملت معاك بطولات وعملت معاك حاجات وانت عندك رؤية. لجان وعندك ناس قاعده شغلتها في النادي بيحسسوا على كم مكان في الملعب انا عايز الراجل ده سنه كبر الراجل ده ما اعرفش ايه لازم انا ببص في الحته دي فدي الريبورتات دي كلها بتكون مرفوعه للتسويق اصلا اللي موجود مع كل نادي بتشتغل بتنتقي احسن حاجه موجوده باللي يناسبك بقى انا ما اعرفش في الماديات الحقيقه باللي يناسبك انك انت تجيب في المنطقه اللي انت عايز فيها لعيبه كويسه قوي طليق بتشيرت النادي ماشي لو سهله جدا يعني طب لحظه لا هي مش سهله لا مش سهله مش للدرجات هقول لك ليه بس لو حضرتك بتجيب حد من محلي من مصر من داخل مصر لا يبقى لازم له متابعه مش هتيجي تقول لي انا اخر شهرين هتابع الراجل دوت ولا الراجل ده زي مالك كابتن علاء هو كابتن اسامه عربي لا اشوفه تحت ضغوط اشوف هو شخصيته هو مش كل لعيب الشهر والتاني مش كل لعيب بيجي عنده سي في بتاعه اللي انت بتتكلم عنه ده كله وحسام حسن ده لما جه مش كان هداف دوري وراح احترف بره ورجع تاني وجبته حسام حسن بتاعنا اللي جبته من سموحه يعني انت فاهم قصدي مش كل لعيب انت بتجيله بيبقى عندك مسببات ليه ومراقبه وعامل كل حاجه جه عندك بقى وما عملش شخصيه البطل وشخصيه التيشيرت الاحمر خلاص ياما لعيبه جت في انديه يا اسامه وما حققتش النجاحات اللي مطلوبه منها انما موجود هيجي لك على الاقل في السنه يجيب لك 3-4 اجوان مؤثرين بست 7 نقاط خدت بالك او 8 نقاط ويقول كان ليه دور انما في النادي الاهلي لعيبته اللي انا عايز اقول لعيبته حاجه ثانيه لعيبته السرعه والاداء ومحترفين ده يا عم مش هتكلم على الماضي
خلينا نتكلم في الفيوتشر تايم اللي هو حلو الوقت الفيوتشر تايم ده. الوقت مستقبل. اللي جاي ان شاء الله عندنا في فرنسا بنتكلم بالانجليزي فرنسا ما هو ده فريق مواليد فرنسا ما شاء الله إيه؟ وشكله باين مواليد فرنسا الله اتولدت فرنسا لا ما شاء الله عيله كبيره قوي هناك عارف شبه مين زمان كانتونا فاكر كانتونا لا كانتونا دي بالمصري كانتونا اللي انتوا بتدوروا عليه الصور معاه انا عايز بس اكلمك بجد الشكل اللي انت بتدور عليه مرحله قدامك مرحله كبيره قوي خلاص اتعلمنا من كل اللي فات ما انت خلصت خلاص ودفعنا الثمن فاللي جاي ان شاء الله هو ده دول 4-5 لعيبه مع الناس اللي عندك اللي خدوا راحتهم واستشفى وتعالجوا هاي هيدوك 3 سنين كمان اللعيبه اللي موجوده تديك 3 سنين كمان ده بالمينيمم يعني مع 3-4 محترفين جنب المحترفين اللي عندك محترفين من الخارج قصدك من اي حته بقى لا يعني شغلتي مش من الخارج يعني مش شغلتي انت بتتكلم على نوعيه دي محترفين شغله ناس بتشتغل دي شغلتها ايوه هم اللي محددين من قبل كده مش دي النهارده يا كابتن ما احنا بنتكلم على نوعيه محترفين جايين من بره يعني في كلام حضرتك بتقول مش نوعيه اللعيبه اللي احنا يعني جبناهم وما كانوش على المستوى المأمون حسب المتاح ليهم وحسب دراسه التسويق بتاعك وعارف في ايه بره المتاح ان انت تقدر تجيبه او الموجود عندك هنا الشكل اللي هم بيشوفوه اللي احنا ملناش اي ايد فيه احنا كابتن يعني انا نفسي حضرتك تقرب من السؤال انا ما بعرفش لا تقرب من السؤال خليك في حالك انا بكلمك على انت بس خليك في بكلمك على المحترفين من الخارج هات تقدر هات انت تقدر لو تقدر تجيب احسن لعيب في العالم هات ما هو انا سمعت وانا ماشي في الراديو قال لك كريستيانو رونالدو جاي مصر ده يا يعني جماعه كان بيهزر يعني الناس قاعده تتكلم في اي كلام جاي يتفسح يقول لك لا ده كانوا جماعه بيهزروا عاملين بوست كده قال لك مصر بالنسبه لهم حلو ناس انا عايز لعيب مش جاي يبطل عندي كمان انا مش عايز لعيب يبطل عندي أيوة. انا لعيب عايز انت نجحت في ديانج الخط جالك اللاين جالك ما تمشي على اللاين ده انت فهمتني أيوة. ما هو ده الراجل ده عمل لك علامه كويسه اللي جاب ده يجيب ده ويجيب ده ويجيب ده ما دي نجاحات مش اقل من كده ده النادي الاهلي ديانج ده النادي الاهلي ما فيش مره بنقعد ما بنقولش لازم الراجل ده يبقى موجود في الملعب ايوه اديك شفت حمدي فتحي وسوليه من كتر اللعب طرقعه مظبوط خلاص الراجل بيطلع من اصابه 5 دقايق ويرجع تاني حمدي فتحي في الحكايه تاني وسوليه خلصوا على العضلات بتاعته كلها اذا كان منتخب او كتره المشاهده وكتره اللعب وكتره فحكايه سهله قوي وبسيطه جدا بس احنا الضغط علينا احنا في السوشيال ميديا وال بيتوهونا وعايزين يجرونا الحاجات احنا ملناش دعوه بيها خالص الحاجات دي انا بكلمك بجد بقى ايوه احنا ملناش دعوه بكل اللي بيحصل ده احنا عدم الفينش الجيد اللي هو بالسنتين اللي فاتوا من الضغوط اللي علينا والكورونا وكل حاجه حصلت على العالم كله ايوه حظك انك انت اللي خدت 5-6 بطولات عملت احسن حاجه وما عرفتش تاخد الاثنين دوري مع موسيماني واحده ومع صح معاك ما عرفتش فنش السنه دي كمان فهي دي بس انما الطريق طريق منور والطريق مفتوح والطريق كل حاجه وفي خبراء قاعدين يعني مجالس اداره شغاله على نجاح المؤسسه كلها وحدث من عن قريب جدا يعني والمؤسسه ناجحه فعلا بالفعل يعني صحيح. مش خساره مباريات لا طبعا او 6 نقاط خساره 6 نقاط هم اللي قلبوا الدنيا وقالوا لا انا مش بجامل الناديه لا انما انا ناديه اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي في الدنيا كلها ولو جه مين احنا عندنا 3 ورقات ماشيين عليهم صح اللي هو جماهير النادي الاهلي ونجاحات النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي مظبوط كابتن سامي عندك تعليق انا بتكلم على الاختيار اللاعب انا بلال وشريف بيقولوا ايه انه بالنسبه للاجانب انه يكون دولي انت مش الدوري الانجليزي بمعنى الصف الاول في افريقيا بيدور على اوروبا الاول طبعا يعني طبعا. انت بتتكلم على لعيبه السنغال بتتكلم على لعيبه غانا بتتكلم على لعيبه كوت ديفوار لما بتتكلم لكن ان المهم حتى لو هو مش دولي اسلوب الاختيار او معايير الاختيار تبقى سليم وزي ما شريف قال احنا نجحنا في ديانج ونجحنا في علي معلول ونجحنا في اجايه أيوة. ونجحنا في فلافيو ونجحنا في جيلبرتو يعني في لعيبه جت اثرت أيوة. محترفين جم اثروا بس معايير الاختيار بتختلف من نادي لنادي طبعا معايير الاختيار لازم برضه نتكلم على النادي لكن انا بتكلم لما انت بتتكلم دلوقتي في 5 لعيبه اجانب محترفين يعني
لابد يعني نص الفرقه يعني لابد يبقى ليهم تاثير قوي جدا 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 داخل هذا الفريق. ما تجيش تقول لي واحد يقعد على الدكه عشان الكلمه اللي بقول ان انت قلت لي اصبر عليه سنه وسنتين. اصبر عليه سنه وسنتين ايه؟ انا هدفع مليون دولار قعدوا خلص يا كابتن. انا ما هدفع مليون دولار ولا 2 مليون دولار ولا 3 مليون دولار في عقد ولا 70 80 ولا 90 مليون عشان واحد انا هصبر عليه. طب اصبر على بقى الناشئين بتوعنا احسن، او اصبر على لعيب مصري حتى لو بياخد عالي شويه. بس لحظه، انا بقول ما بقولش اصبر عليه، بقول لك ان هو ممكن يتاقلم بعد اول سنه. سنه كتير قوي يعني اول يعني اول سنه مش هيظهر بالمستوى المعقول او الكويس زي فلافيو. انا اخترت فلافيو وانت قلت بلاش السيستم. طبعا، بس انا بقول لك ممكن يبقى على السنه الثانيه. بص خلي بالك كمان، اصل في ظروف بتحكم. بمعنى ايوه، فلافيو لما كان بيلعب حتى هو مش موفق النادي الاهلي بيكسب وماشي. أيوه. لكن لو النادي الاهلي كان في ظروف مثلا صعبه زي دلوقتي كان فلافيو واجنبي وتقول لي يقعد سنه ما بيعملش حاجه كان هيمشي. جنبه متعب ما كنتش هتصبر عليه. كان موجود بلال وكان موجود متعب وكان موجود بالك يا كابتن. هو في ظروف انا يعني ما انا هكمل حاجه بس. هو في ظروف زي كده. انت محمد شريف كان هداف الدوري السنه اللي فاتت، ده انت بقى مش لعيب جايب. السنه دي لما قل ماتشين 3 4 استبدلت. لان ما عندكش امكانيه ولا رفاهيه انك تسيبه في الملعب. واستبدله ليه؟ طب ما انا قاعد جنبه فيرود معاك. ما اقصدش يا كابتن، بص الفكر بقى زي ما الكابتن اسامه بيقول كده. كابتن اسامه بيتكلم في نقطه مهمه جدا. انت النهارده انت بقى لعيب مش بتشوفه، ده انت لعيب هداف دوري السنه اللي فاتت وثلاث اربع ماتشات في اخفاق او اداء مش متميز. لا اقعد ليه؟ مفيش عايز تكسب. والله يا بلال انا لما بيبقى عندي لعيب كويس خبره زي ده كده موجود هلاعب جنبه بلال. هتغير بقى هتغير طريقه كابتن واسلوب لعبه. يعني صعب يا جماعه. فكلمه دولي نمره واحد بيروح اوروبا. بس المهم معايير اختيار الى حد ما تكون سليمه. مزبوط. انك انت تكون مؤثر. دي واحده. اللعيبه نفس الشيء، اللعيبه المصريين اللي هيخشوا لابد انه يكون يعني متابعينهم جاي وفي المكان المناسب وبالاعداد المناسبه. ما هو مش عدد، انا اجيب عدد 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 اجيب 10 لاعبين. ما هو انا ممكن اجيب اختيار معايير اختياري كويسه وواحد يجي يفشل ممكن، وارده في العالم كله. حتى في ريال مدريد بيحصل كده، حتى في برشلونه بيحصل كده، حتى في مانشستر سيتي ممكن واحد يكونوا مختارينه كمعايير كويس ويجي مش موفق. لكن ما اختارش 10 مثلا يجي 8 فيهم ما يبقاش ليهم اي تاثير وينجح 2. لا، ممكن اختار 10 8 فيهم هينجحوا و2 ما وفقوش، يبقى انا كده معقول. لكن مش هجيب انا ناس عدد وخلاص ولاقي تاثيرهم في الفرقه ما يعني ما فيش تاثير واضح داخل الفريق. هي دي نقطه. فموضوع الدولي ده انا اتكلمتك فيه انه صعب انه في مصر يبقى دولي الا لو الفرق اللي هي صغيره شويه يعني زي بوركينا فاسو، تنزانيا، مش عارف اثيوبيا، يمكن تلاقي فيهم بعض اللاعبين الدوليين اللي ما احترفوش في اوروبا. لكن الفرق الكبيره زي غانا وساحل العاجو والكلام ده رقم واحد عندهم بيروح اوروبا نمره واحد. فيبقى مش هتبحث في بتوع الشباب يا اسامه. ممكن شباب ممكن اللي هم بيخلصوا ما لهمش اماكن احتراف. احنا جبنا قبل كده احمد فيليكس دول هم كان عنده 17 18 سنه. ده الصيد الثمين اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ازاي انت عندك كشافين او علاقات مع الناس دي زي ما انت قلت في غانا في نيجيريا في 19ات وعشرينات بعد كده ما بيلاقوش مكان. أيوة. بيبقوا عايزين يروحوا في اي حته، عايزين بقى الناس اللي تعرف تجيب بس طبعا مش هقدر اختار الخمسه 17 و 19 سنه لان مش هقدر اربيهم هنا في حالات يعني. فدي نقطه مهمه. فالمهم احنا لما نجيب ناس لازم يكون ليها اضافه داخل الفرقه ولها تاثير مش مجرد عدد وخلاص. أيوة. يعني لازم الكفاءه مهمه جدا 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 في اختيار اللاعبين. هرجع لك كابتن علاء عشان تتكلم مع كابتن بلال وبعدين هرجع لك كابتن بلال عشان احنا هنا عملنا لخبطه في النقطه. بس كابتن بعد اذنك بمناسبه اللعيب الدولي، انا ليه بقول لعيب دولي؟ معلش انت اشتريت بريستاو منين؟ جبته منين؟ برايتون. منين يعني؟ من الانجليزي. ايوه من موسيماني. برايتون الدوري الانجليزي. استنى يا كابتن. ايوه رمضان صبحي كنت هترجعه منين؟ من انجلترا. الدوري الانجليزي؟ مظبوط. يعني انت ممكن بتدفع الارقام اللي ممكن تشتري بيها لعيبه من الدوريات الكبيره. لما بنقول لعيب دولي
عشان بس يبقى كلامي بس واضح. بس يا بلال بعد عندك اذنك القدره كابتن اسامه انك تشتري، بس هقول لك عندك الارقام انك تشتري نقطه وكمل فضل. معلش المصري لما جيبه من دوري اوروبي ده واحد ممكن يكون ما تاقلمش معيشيا، مش حابب، عايز يرجع لاصحابه، لكن افريقي وبيجي من الدوري الاوروبي الموضوع مش على لا لانه نمره واحد هيدور على الدوري الاوروبي. لا لا دي نقطه، دي مهمه جدا. لا انا اقصدش كده كابتن، انا اقصد اقول ايه، انت هو اصلا هو راح اوروبا بكام اساسا؟ ايوه اللاعب الافريقي ده راح اللي بيلعب في المنتخب راح اوروبا بكام؟ استحاله يكون ب 7 و8 و9 و10 ب 500000 ب 700000 ب 800. الفكره في العين اللي بتتشوف يا كابتن اسامه. انا النهارده بجيب لعيب منتخب، لما اقول لعيب منتخب انا عارف ان اللعيب اللي بيطلع اوروبا بيلعب في الدوري البلجيكي او الفرنسي او لاب 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 في اي دوريات العالم، الرقم بتاعه رقم مش زي الارقام حتى بتدفع في اللعيبه المصريه اللي بتطلع اوروبا خالص على الاطلاق. بس هو هيفكر في الدوري الاوروبي الاول كابتن. انت لو لو الارقام دي لو بتحطها في اللعيبه دي هيجي عندك، مفيش مش يعني لا مانع من الحته دي. طب ما هو ديانج يا جماعه، ما هو جه مصر اهو، عشان خد بالك الاهلي برده محطه كبيره جدا جدا. ايوه بس ديانج كان سنه صغير. طب انا بتكلم في في كده يا كابتن، انك تقدر تجيب اللعيبه الدوليه وتقدر تجيب اللعيبه اللي تحت 23 سنه. انت عندك كم لعيبه بتلعب في المنتخبات لما عملوا المحليين كان في لعيبه محليين في الافارقه لعيبه كويسه جدا، مستويات هايله صح. وعايز اقول ان اللعيبه السوبر ستار اللي بتطلع اوروبا من وهي عندها 18 و19 سنه ما دول تقدر تشوف ارقام قليله جدا جدا جدا. طب بلاش دي، تروح لامريكا اللاتينيه انت ما تقدرش تشتري لعيبه بالارقام اللي انت بتشتري بيها لعيبه الافارقه دول. لا من امريكا اللاتينيه هتلاقي وبنفس الارقام يا كابتن. البرازيل تلاقي ارقام، كولومبيا وكولومبيا وفنزويلا والحاجات دي. في البرازيل تقدر، البرازيل بمليون. بالنسبه لك لما تحط بعض المعايير هتقدر، بس كل نادي بقى هيدور في الكواليتي بتاعته. فاخد بالك مثلا الاهلي بيقدر يدفع كتير هيدور في حته مختلفه، امبي بيدفع قليل فهيدور في عارف في بلد مختلف. بس تقدر تجيب لعيبه عندها كواليتي كويسه فتحسن الدوري المصري. يا جماعه يعني السؤال بس المطرح، المفترض ان احنا عندنا 18 لعيب في 5 افارقه، يعني كام يا كابتن علي؟ 90 لعيب. طب كام لعيب محترف مؤثر في الدوري المصري؟ كام لعيب محترف يا كابتن؟ عدد قليل. كام لعيبه يا كابتن؟ 2 3 قليل جدا. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. وتيجي السنه الجايه تبدل في اللعيبه، هات 5 غيرهم، ما هو دول ببلاش. ايوه تمام، دول ببلاش. أيوه. 5 غيرهم يلا بدل كل سنه. فانت كده مش هتعمل فاليو للدوري المصري، مش هتعمل فاليو. لازم لعيبه امكانيات وكواليتي عاليه جدا تلعب ماتش الاهلي وامبي، تلاقي الخمسه الافارقه دول مش الافارقه عن الاجانب ضد الاجانب، تبقى في يعني تكسير عظام في الـ في الـ في الماتش. صحيح. الماتش قوي جدا جدا، لكن عشان انت ما عندكش معايير فلا دور بقى على ممكن يبقى في الاخر 5 سنين في 900 لعيب افريقي جه لعب في مصر وبييجوا ويمشي محدش بيحس بيهم الا بعض اللعيبه القلاله. كابتن طيب. روح بقى للكابتن علاء وبتعالى علاء ناخد بعض اللقطات. مشينا من اللقطات ولا اه ايه اللقطات يا كابتن؟ هنتكلم على تحركات بعض اللاعبين خصوصا المهاجمين. ماشي، ما كانش لازم يقف، مش لازم يقف طبعا وراه عشان ياخد ضربه جزاء، بس هو تحرك كويس جدا والتوجيه كويسه، بس هو كان لازم يبقى التصرف احسن من كده. طبعا لعيب صغير مع عشان القطع طبعا حلوه جدا وراح في مساحه كويسه. تخيل الكره دي لو جابها تاني، معلش بعد اذنك الكره دي عشان التحرك اللي بيتكلم عليه كابتن علاء، لو كل تفكيره يعني بص ما اتقطعت هنا كويس، المساحات موجوده طبعا في امبي حدش ولا حرك من الشوط الاول على فكره. بص أهو. كل لعيب عنده 7 8 متر بيتحرك فيهم كويس قوي. التحرك هنا هايل الاول تحرك ده بتاع سيد تقريبا كويس. فضل مساحه، المساحه الثانيه اللي جري فيها رأفت امتياز وقاطع كويس قوي واخد القرار فسبق. صح يعني هو سبق هنا بقى الطبيعي، هو كان بيعمل حاجتين بس، حاجتين عايزه حاجه كبيره قوي. هي. لمسه واحده الراجل اللي جاي له ده او زي ما كان شيب دايما بيحب اقف على الكوره. بس هما صعب يعني خصوصا لو رجعت الكوره ثاني. هو التفكير الاول اللي بقول لك عليه دايما يعني هو تفكير عالي جدا في الكوره وما يجيش لسه بالزبط. يعني صغير، لكن لو اتعمل لمسه زي دي تقول لك ده لا ده لعيب موهوب، لعيب كبير. لا ده موهوب. بص أي. كملها عادي جدا. أي. كملها بس لما تجيله هو يعني وقف الصوره كمل يعني سيد احمد عملت لا ده تحركين. أي. يعني هنا تحرك. بص كملها بقى كمل استوقف هنا وقف هنا وبعدين دي الثاني التحرك الثاني ده برافو عليك. لو رأفت زي ما بقول لك انا بس عايز تفكير حاجه عاليه قوي شوي.
كان هنا ايوه لحمه السيد غريب عملها بس كده كان عنده فرصه كبيره اه طبعا صح. لكن هو فكر ايوه بالظبط كده زي ما كان يعني فكر في تفكير سهل شويه ولسه طبعا هو صغير ان هو يقع ياخد بنالتي لكن طبعا في تفكيريه بقول لك عليهم دول كان احسن بكتير طبعا صحيح طيب لو معانا لقطه ثانيه كابتن شريف هنرجع لك كابتن ماشي دي كره ثانيه هي دي لعب ناحيه الشمال هو رفض خلي بالكم هو طبعا بيلعب ناحيه الشمال اول مره يمكن تقريبا يلعب النهارده يمين دي كره حلوه برده تحرك جيد من احمد سيد مش كده احمد غريب برده هو يتحرك في الحته الفاضيه اتلعبت له كويس قوي انت كنت بتدور عليها وبتسال العرضيه اللي عملها هي دي بس ايوه اتلعبت نكمل 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 ونثبت في الصوره بعد كده معلش برده احمد يعتبر اللعيب معانا ماشي هي دي بس لا ارجع لي في الكره لما احمد غريب لعبها انت اللي هتتكلم ايه اتفضل حضرتك ماشي التحرك هاي يا كابتن شريف كابتن شريف اتفضل يا كابتن ليه بس يمشي الصوره ماشي ماشي كمل كويس قوي ده طبيعي جدا اللي هو فيه ده هو ليه انا هنا كويس الكره تحت رجلي ما بعملش عليها كنترول هو أقول ليه انا بص الكره دي تروح حاططها بوش رجلك كده قدامك كده الدنيا كلها بقت بتاعتك هو انا ليه سايب الكره تنجري لغايه لما دخل عليا الديفندر وقفل عليا وبعد كده ما بقاش عندي تصرف غير تصرف اعمل عرضيه اي حاجه لاي حد هو حب يلعبها لعبد القادر بس كانت جامده شويه لا يعملها من هنا من دلوقتي من مطرح ما عامل لك السهم دلوقتي كده ايوه انما غير كده انا ما اسيبش الكره تروح لغايه ما تزنق وبعدين اتصرف اي تصرف هنا انا لازم انا برده يبقى عندي شخصيتي في هجمه زي دي انا واخد فيها بوزيشن كويس ايوه يبقى هنا كان لازم يروح موقف الكره كده الدنيا كلها بقت ملكه ده يخش بيها لغايه جوه ويقطع ويشوط بوش رجله في الزاويه الثانيه على الارض فوق في السماء يعمل مع اي حد عبد القادر أيوه. هو ضيع فرصته في التحرك الجميل جدا اللي عمله فده لو انت بتتكلم في الكره بس حلو ان انت بص فخري برضو بعد الكره ما رجعت فخري عمل اضافه ان هو جاب الكره باسرع مما يمكن في نص الملعب الحقيقه فخري عمل مجهود كبير قوي النهارده حتى في الجون الاول لما تتفرج عليه من نص الملعب لغايه طرف راح ناحيه اليمين وتصرف بالباص وعنده رؤيه النهارده كان عنده حركه سريعه جدا واكتسب الهاف الديفندر والمكمل النهارده ايوه هو ده يعني النهارده كان عنده الحقيقه امتيازات كتير قوي هو ده بص ادي فخر راح وراح رايح واخد بوزيشن وكمل عمل اوفرلاب كمان خلى الراجل يلعبها له وبص بسرعه فوق راح عامل الباص سليم صلاح بقى لمها وميكسوني كمل بص ميكسوني بيجري منين بص ميكسوني بيجري منين بص بقت ربنا بقى مدينا الجول ده بعد يعني هو ربنا ادانا الكوره طبعا لا بس برضه طولت من صلاح ميكسوني عمل فيها شغل لولا ان ميكسوني مكمل أيوة ومركز وعايز يبقى بيروح برضه في الجول طيب ما انا بقول لك لولا ان هو مكمل السبرنت ده وعنده رغبه انه يخش جوه ال 18 ومش هتجيب اجوان الا لما تخش جوه ال 18 طيب كوره ثانيه كابتن اسامه هنا برضه هي دي دي نفس اللعبه ماشي اللي بعدها بقى لا دي نفس اللعبه لا لا لعبه ثانيه بتاعت 73 74 ماشي هم اثنين دي يمكن اللي شاطها ميكسيوني بتاعت ميكسيوني اللي هو عملها اللي عملها ببط رجله جنب الايه ماشي نجيبها بس من الاول بقى ثاني ماشي ممكن نجيبها من الاول بعد اذنك من الاول ثاني ارجع ايوه من اول هنا ماشي هنا طبعا رؤيه كويسه من اشرف وتحرك كويس من احمد عبد القادر وصلاح محسن في ظهر الثلاث مدافعين دولت بس هنا صلاح يمكن قفل شويه على احمد كان ممكن يتحرك لبعيد شويه لكن مشيت كمل تلعبي طبعا كويس ثم اعتقد ده صلاح ولا محمد صلاح وميكسوني بقى عنده كذا زاويه تمرير يعني هيقدر يرجع لاحمد عبد القادر يقدر يعملها زي ما هو عملها الميكسوني رايح له في يعني فاتح زاويه التمرير بين الثلاثه بتوع امبي صلاح مشيها بقى الوقفه بتاعت امبي الوقفه طبعا غلط بس هو هنا سند كويس قوي وانا يعني يمكن بلال قال يتحط في الضيقه ممكن تتحط في الضيقه ولكن برضه هو تفكيره تصرفه لما عدل على اليمين الزاويه البعيده برضه بعدت بس هو بعد اذنك رجعها وهو بيحطها كان فيها قوه شويه رجعها شويه هنا سند ووسع لنفسه الزاويه مفتوحه على فكره اللي هي شمال البلعوطي بس هي الدقه بقى بتاعتها جت فتحت منه شويه كانت هتبقى جون برضو يعني صحيح. هي لو تحت شويه كانت تبقى جون صحيح. فتصرف كويس من ميكسوني في الكوره ديت ولكن هارد لك يعني ماشي اللي بعدها كابتن بلال
هي دي برضو نفس الحكايه. اه برضو برضو المساحات اللي موجوده في نص الملعب يا كابتن بلال. ده الجول الاولاني ده. لا الهدف لا احنا الجول الاولاني كانت 1-0 يا كابتن شريف. انا مش شايف من الكاميرا هنا. ده زياد طارق اعتقد. ده مش كده مش ده. اه زياد طارق. زياد طارق وبرده الحته دي فاضي. ماشي كمل. كل حاجه فاضي. بص اه تقريبا يعني تحرك لاعبي انبي باصه حلوه قوي. ميدو جميله جدا جدا. باصه من بين رجله يعني نزل انقذها الحارس مصطفى من لعبت حلوه قوي قوي. هو صلاح هو كان صلاح خد بالك هو لو محضر يعملها وان تاتش. في الزاويه الضيقه لو محضر يعني فاهم قصدي. بس هنا الباص بتاعت زياد حلوه. اي واحد تاني ممكن يعملها له لبره شويه. صح ناخد بالك ان هو يعني حطها نجيبها تاني. معلش الباص بتاع زياد طارق اللي وصلتنا لجوه ال 18 اهي. لا ارجع 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 اللي قبلها. ايوه هيك ايوه هنا بس ماشي. خد بالك هو اتحرك. بص ميدو كمان طبيعي. بص حطها فين قوي. طبيعي حطها فين كده من ورا. أيوة من ورا اللاعب. حطها بين رجليه. حطها بين رجله حلو قوي. وهو كمان استلم كويس جدا. ميدو ميدو مكمل كويس قوي. استلم كويس قوي قوي. صح. وكمان على فكره صلاح اتحرك كويس مش وحشه ووقف كمان كويس. ايوه تمام. وهي جايه كده كان وان تاتش في البعيد حلو لو محضر يلعبها كويس. فاهم. أيوة. لو محضر يلعبها كويس. أيوة. وخد بالك هو برده اتصرف فيها مش وحش. يعني هو يعني بص لو راح زي ما هو عايز في الزاويه اللي يعني على عكس اتجاه جول على شمال الجول كان هيبقى جول حلو قوي قوي بجد يعني. ما كانش يقدر يلعبها برده في اليمين بعد ما لم حيادي. يعملها لا قفلت عليه. قفلت لا لو لما أي. لما خد يمين خد الكره يمين رقص يمين. أي. لا قفلت عليه. اعتقد ان هي كانت قفلت عليه. أي. انما وهي جايه في الاول كان ممكن يحطها في الزاويه البعيده. بالظبط تمام برجله اليمين يحطها في الزاويه. لكن هو واضح انه ما كانش محضر يعني. هو واقف كويس قوي على فكره يعني. هو راح خد الخطوه وقف كويس جدا كان ممكن يحطها. لكن هنا بقى يعني كانت عايزه يعني شوطه اقوى من كده شويه ويعني مركونه افضل من كده شويه. بص كمان تصرف كويس قوي يعني. مظبوط صح. لكن واضح ان المدافع قافل عليه الزاويه البعيده عشان كده هو اختار الزاويه الضيقه يعني. أيوة. بص فرقه الاهلي الشوط الثاني الهجمات المرتده كانت تدرس الحقيقه. يعني تدرس يعني هجمات مرتده رائعه جدا جدا جدا. دي بس عايز اقول على حاجه محمود محمد محمود يعني دي ثقه بالنفس. خد بالك يا كابتن خد بالك. بس عايز اقول لك حاجه والله على فكره ثقه ماشي. ما انا عايز اقول لك حاجه هو ثقه في اي حد مكانه هيوقف الكوره. انا لو مكانه هوقفها. لا انت عشان هداف كنت هتحطها بشمالك في الجول. استحاله مش معدول. ريسكي جدا. بس هتاخد هتاخد المجازفه. ريسكي جدا يا كابتن. هو مش معدول. ريسكي جدا على فكره ان هو يلعبها بالشكل انت ده. انت ايمن كنت هتلمها. انت ايمن وهتروح على بطن رجلك. عارف يا كابتن لو انت ما كنتش هتلعبها كده هسند سنده صغيره واحطها في البعيد. ولا انا غلط سنده صغيره ممكن العبها كده. خد بالك يا كابتن ريسكي جدا. انا خد بالك اللي هو عمله ده ريسكي جدا. ريسكي جدا اللي هو عمله ده. ايوه انا لو انا لو الكوره بص يا كابتن بص الكوره عامله ازاي. ايوه سنه صغيره الهاف فولي ده ساعده كتير. وحطها في البعيده بالراحه بكل هدوء يعني. بمناسبه محمد محمود ماشي بمناسبه محمد محمود إيه انا فكري كمدرب لما انزل لعيب اللي ماتشين ورا بعض في الدقيقه 85 وفي الدقيقه 89 ابقى ايه مقتنع ولا يعني دوره ايه في الدقيقه 89 والدقيقه 85؟ يعني 85 و89 دول بنسميهم بلغه الكره المؤدبه تغيير التكتيكي. تغيير اضاعه وقت. انا بقول بلغه الكره المؤدبه يا كابتن. مؤدبه المهذبه يعني تغيير تكتيكي. ايوه بتغير واحد في الدقيقه 85 بتغير واحد في الدقيقه 89 ده اسمه احنا بنسميه في الكره كده تغيير تكتيكي. خد بالك واحنا قاعدين في الاستوديوهات فاهم قصدي قاعدين في البيت بنقول ان هو بيضيع بيه وقت. خد بالك احنا مش هنقول بيضيع بيه وقت لان المدير الفني برضه له وجهه نظر. أيوة. لكن انا شايف ان محمود ياخد وقت افضل من كده يعني. ولعيب كنا زمان بنقول ينزل عشان كويس. ياخد مكافاه الماتش. ده اسمه تغيير معنوي. بالك لا بص محمود لعيب كويس امكانياته كويسه. بس هل هو في خطه المدير الفني لو قعد الفتره اللي جايه دي ما خد بالك انت في حاجات برضو بتبقى يعني المدير الفني بيشتغل يعني ايه اللي في دماغه فاهم قصدي. هو ده انا بتكلم فيه فاهم ايه اللي في دماغك ايه بالنسبه للعيب السنه اللي جايه احنا ما نعرفش دماغ سواريش ايه تمام. لكن تغيير في التوقيت ده مساحه من الزمن غير كافيه انك تحكم على العيب خالص على الاطلاق. بس هل النهارده محمود اجبره انه يلعب الماتش اللي جاي؟ احنا قلنا كره القدم بتتغير ملامحها في دقائق معدوده يعني ممكن يجبره يلعب الماتش اللي جاي. لو تالق الماتش اللي جاي ممكن يغير وجهه نظره. لان الكره بقول لك كره القدم يعني متغيره احداثها متغيره جدا جدا وقناعات متغيره. اتفضل يا كابتن. بص يا ايمن التغييرات اللي بتحصل في اخر دقائق دي موجوده في كره القدم.
بس هو الهدف منها ايه بالظبط؟ يعني يعني انا عايز اقول ايه، التغيير ليس له توقيت، تغيير اللاعب بمعنى ايه؟ ساعات احيانا بتبدا ماتش وبتغير واحد بعد 30 دقيقه، في مدربين بيصعب عليهم هذا التغيير، لكن في مدربين ما تفرقش معاه، لا مش ما تغلبش بقى، انه محتاج فعلا التغيير. افرض يا اخي لاعب قلب دفاع مثلا وملوش وعامل لي بلاوي ايوه انا قصدي ما تفرقش معاه التوقيت، يعني ممكن يطلعك بعد ربع ساعه بعد ثلث ساعه. اصل في ناس تقول لك لا ده ليه، ازاي طلعه بعد نص ساعه مثلا. كذلك برضو اللعيب اللي بينزل في الاخر، بس بقى زي ما بلال بيقول مش حكم عليه، بمعنى ايه؟ يعني ما ينفعش انا انزل محمد محمود كل اخر خمس دقايق اخر خمس دقايق، اقعد العبه 10 ماتشات اخر خمس دقايق، لكن ممكن في توقيتات معينه انا مثلا خسران، انا ممكن كسبان عايز احافظ على نتيجه المباراه، انا خسران ساعات انزل اثنين مهاجمين مثلا وناقص اربع خمس دقايق، ممكن يعملوا لي لعبه تاثر واجيب جون اكسب بيه. فنقصد ان توقيت التغيير مش شرط، ولكن زي ما بلال قال مش حكم، يعني انا مش هقدر العب لعيب افضل بقى هو اللعيب دوت افضل انا 10 ماتشات 15 ماتش هلعبه اخر خمس دقايق اخر خمس دقايق، لكن احيانا ممكن احتاج تغيير في الدقيقه 90، احيانا احتاج تغيير في الدقيقه 89 لقفل حاجه معينه لمحاوله احراز هدف مثلا، انزل واحد طويل داخل ال 18 كورنر ليا مثلا. وده بنشوفه حتى في الدوري الاوروبي مش بس في مصر يعني. بس هي دي النقطه اللي حبيت اتكلم فيها في موضوع توقيتات التغييرات يعني. طيب كابتن شريف، لو بصينا نظره عامه على جدول الدوري، هنقول الترتيب الاول، نادي الزمالك في المركز الاول برصيد 76 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، نادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، فيوتشر في المركز الرابع 53 نقطة، طلائع الجيش في المركز الخامس 50 نقطة، سموحة في المركز السادس 43 نقطة، بنك الأهلي المركز السابع 42 نقطة، فاركو في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، نادي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 38 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 37 نقطة، مصري البورسعيدي في المركز 11 37 نقطة، نادي الاتحاد السكندري في المركز 12 37 نقطة، وهنا خلاص تجاوزوا مرحلة الخطر، الفرقة دي ضمنت نهائيا البقاء في الدوري. خش بقى بعد كده على بعد الاتحاد السكندري، ام بي في المركز 13 35 نقطة، غزل المحلة ال 14 34 نقطة، المقاولين العرب 15 32 نقطة، إيستر كامباني ال 16 30 نقطة، 17 الجونة 30 نقطة، مصر المقاصة اللي هبط رسميا 18 15 نقطة، أيهما أقرب للهبوط؟ من أول إنبي لغاية مصر المقاصة خلاص يعني، بس من أول إنبي لغاية الجونة عمر المباريتين دول هيحددوا من وجهة نظرك الأقرب مين للهبوط؟ خلاص أنا بالنسبة لي إسرين كامباني، لأنه والله بيعملوا ماتشات ساعات كويسة يعني، إنما أنا هي مش عارف عنده مين اللي ناقص له، هيلعب المحلة ولا هيلعب مين؟ مين إسر؟ ناقص له الزمالك والزمالك الاتحاد مع المقاولين يا كابتن، وجونا مع فيوتشر. أيوه الماتشات اللي أنت بتتكلم الماتشات اللي هي الصعبة مش كده؟ وإنبي مع الإسماعيلي، وغزل المحله مع فارك، واستر مع البنك الاهلي مع البنك. دول برضو كلها ماتشات. دي ماتشات دي ماتشات بالنسبه وجهه نظر انا، الجون عنده فيوتشر وبيراميدز. انا وجهه نظري الماتشات دي كلها تعادلات يعني، تعادلات يبقى هيفضل يعني الدوري زي ما هو عليه. هيفضل الوضع زي ما هو كده. بص استر عنده البنك الاهلي والزمالك. ما هو انا من وجهه نظري استر وجونا ومصر المقاصه اقرب ناس للنزول، وانا كنت بتمنى لهم الجود لك يعني. انا مش بحكم من عندي، انما انا في الماتشين دول شايف ان الحاله هتبقى الدوري خلص والشكل الدوري كده، الناس بتمتص الماتشات زي ما انت بتتفرج عليه كده. مباراه انا بالنسبه لي في التقديري كده انا دول هتبقى مباراه تعادليه كلها اقرب يعني. طيب المقاولين عنده الاتحاد والسكندري ابعدهم شويه. بص يا ايمن، انا يعني مع احترامي لكل الفرقه واتمنى لهم كلهم التوفيق،
إست الكامباني والجونة أقرب للنزول مع مصر المقص، رغم إن ليهم فرص لسه، لكن أنا أعتقد إن المقاولين هيكسب ماتش من الماتشين الجايين اللي هم بتوع التحدي المصري. عنده تحدي ومصر، ويمكن هيكسب، ممكن يكسب ماتش ويتعادل ماتش. يعني مقاولين مينيمم هيوصل للرقم الاتحاد. الاتحاد عامل مشترك، حتى غزل المحله عنده فاركو وعنده الاتحاد. غزل المحله مش هينزل، يعني اعتقد انه انه قاعد وطبعا انبي خلاص. استنى، عنده البنك الاهلي والزمالك. المقاولين العرب لو وصل للنقطه 35 99% قاعد، لانه خلي بالك استرن والجونه عشان يوصلوا لل 36 لازم يكسبوا الماتشين. ايوه، لو خد 4 بونت هيبقى 34. صح. المقاولين العرب لو كسب ماتش واحد خلاص. انا اتصور انه هيقعد تعادل. لا يعني لو متعادل هيبقى 33. يعني طبعا مش معنى كده ده حكم نهائي زي ما شريف قال. أيوه. لكن هي بين المقاولين واستر كامباني والجونه. طبعا المقصه هو الكابتن شريف قال تقريبا بنسبه كبيره استر كامباني والجونه، وانا بقول كده. لكن لسه ليهم امل على الورق يعني. طبعا. لكن طيب كابتن علاء، خليني اخدك لفوق شويه زي ما الكابتن عادل عبد الرحمن كان بيقول لك. انا اخدك لورا، خليني اخدك في حته فوق. وحشنا. لو بصينا على التلات فرق اللي فوق، بص كده على التعادلات، لان الارقام تبدو متشابهه في مثلا في الفوز، في الاهداف، في ارقام كبيره التلات فرق متميزه فيها، ولكن بص على التعادلات. هنا ممكن يعني يلفت نظرك في تعادلات النادي الاهلي، وده سبب من ضمن الاسباب اللي ادت لضياع الدوري. طبعا كتير جدا. 10 تعادلات. 10 تعادلات كتير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ده ما حصلش. يعني بقى لك كتير ما حصلتش. لا خالص يعني. اصل بص يا ايمن، احنا دايما كنا بنتكلم كلمه هنا، انت تعادل يعني خساره. ف10 تعادلات انت بتتكلم على خساره 20 نقطه. 20 نقطه اخذت منك نقاط كتير جدا جدا جدا. بالظبط. وانت كنت كل املك في مباراه اللي هي كانت مؤجله. ايوه بالظبط. انت خسرت نقاط كتير جدا. انت عارف يا كابتن 20 نقطه يعني ايه؟ يعني كانك خسران ما يقرب من 7 مباريات. 7 مباريات. طب هقول لك حاجه يا ايمن، انت لو عملت احصائيه في تاريخ النادي الاهلي كله في الدوري مش هتلاقي عمره اتعادل 10 مرات. لسه الكابتن شريف بيقول لي كده. انا ما سمعتش. أيوه. ما سمعتوش والله. بس هي كده. انا مش متخيل او مش متذكر ان النادي الاهلي في دوري اتعادل 10 مرات. استحاله. عشان كده استحاله. وحتى يعني زمايلنا في الاعداد لو حاولوا مش هيلاقوا العدد ده. عدد مهول طبعا. بالنسبه لك 10 تعادلات، لانك انت النقاط عندك ثمينه جدا، ما ينفعش تفرط في كل مباراه تعادل نقطتين 20 نقطه. انت لا، وقلت كمان حاجه ان التعادل بمثابه خساره للنادي الاهلي. بالنسبه للنادي يعني. الاهلي انت تعادل، انت اكنك خسرت، انك بتلعب 3 نقاط على طول. تعادل في مباراه مباراتين مقبول. لكن 10 مباريات من النادي الاهلي تعادل، لا. وضيعت نقاط مع فرق برضو المفروض او المفروض على الورق وانت بتحسبها كده. انت 3 نقاط بتوعك. صحيح. هو عم يعني انت بتيجي تحسب الدوري العام يا ايمن كنادي اهلي وكبطل، طبعا كل احترام لكل الفرق، يعني 90% من جدول الدوري انت ضامن تكسب. مظبوط. ضامن تكسب على ورق طبعا، كل حاجه يعني اراده ربنا، لكن الفروقات وانت والدوري والبطوله وكده انت ضامن تكسب. لكن تضيع 20 نقطه وبتتكلم على دوري، لا. صعب. انت اللي صعبت امور على نفسك، مش بهزايم، بتعادلات. بالتعادلات. انا بقول لك طبعاً. التعادلات هي اللي طبعا. مظبوط يا كابتن بلال. طبعا كابتن علاء بيتكلم كلام مظبوط يعني. بس خد بالك من ضمن التعادلات دي في 3 4 بعد ما انت انهيت البطوله. الفكره كلها توقيت التعادلات يا كابتن. بالظبط. هي دي الفكره كلها. انت تعادلت امتى؟ تعادلت وانت محتاج تكسب. صح. ليه؟ خد بالك انت كان الفرق بينك وبين النادي الزمالك كان حوالي تقريبا لو كسبت ماتشاتك المؤجله كان هيبقى 6 نقاط ليك. مظبوط. ليك انت. مظبوط. تمام؟ فانت ابتديت تتعادل في الماتشات اللي انت محضر فيها نفسك انك تكسب. تمام. وخد بالك دايما وانت بتلعب والخصم بينه وبينك نقاط، هو سابقك، كل ماتش انت يعني بتتاثر فيه هو معنوياته بتعلى. صح. يعني دي برضو نقطه ثانيه. صح. يعني انت النهارده مثلا الفرق 6 نقاط، لكن انت ليك مثلا ايه 4 ماتشات مؤجله. مزبوط. يعني انت لو كسبت مثلا يبقى انت اللي فرق 6، فانت لما تتعادل ماتش
هو بيبقى متحمس اكتر، بيبقى الرغبه عنده اكتر، بيبقى هو خلاص النهارده شايفك ان انت بتتاثر، فانت عايز يزود الفرق عشان يضغط عليك. صح. اللي ضغط عليك ماتشاتك الكتيرة المؤجله دي على فكره ما كانتش في مصلحتك. برافو عليك. على العكس، بالعكس انا كنت شايف ان الماتشات المؤجله دي ضد مصلحه النادي الاهلي. ليه؟ لان انت كل ما الفرق بيوسع كل ما انت مضغوط. يعني انا لما نلعب انا والكابتن اسامه النهارده مثلا 10 ماتشات زي بعض، يبقى انت مثلا فرق نقطه او ثلاثه اوكي واحنا شغالين هتقع اكيد. تمام. انما النهارده لما يبقى فرق 9 نقاط وانا ليا حتى 10 ماتشات مؤجله، ما انا برده انا وانا بلعب كل حساباتي ايه هوصل امتى، هو مضغوط كل ماتش مضغوط، فدي اثرت على الاهلي بشكل كبير. بص يا ايمن، المؤجلات ما افادتش النادي الاهلي يا كابتن. ايه المؤجلات؟ لا كابتن النصر، انا طبعا اكيد المؤجلات ما افادتش النادي الاهلي. انا مع بلال، ضغط الماتشات الكبير كل 3 ايام ماتش دي فرقت كتير قوي. صحيح. اخر حاجه في ملحوظتين واضحين في الجدول. بص يا ايمن، من اول طلائع الجيش ليه فرق ايه؟ فرق جون. من اول يا ايمن الخامس، من اول سادس سموحه عليه اهداف بالماينس، ودي ظاهره غريبه. صح. جدا. سادس فرقه في الدوري من السادس لحد الاخر بماينس واحد، بماينس ثلاثه لغايه مزبوط. الناس تحت ده رقم سته. الملحوظه الثانيه ان الفرق الشعبيه اللي هي الاسماعيلي والمصري والاتحاد وغزل المحله نزلوا بعد المركز التاسع مزبوط. وطلعت بيراميدز، فيوتشر، بنك الاهلي، سموحه، عندهم امكانيات. فطبعا يعني دي برضو نقطه لازم تتعالج، انه الانديه الشعبيه دي بالزبط. كان الاسماعيلي والمصري دول المنافسين يعني. مظبوط يا كابتن، ودي برضو ممكن يعني الواحد يتكلم عليها، ولكن قدام كمان حته الرعايه وحته التسويق. طبعا بالظبط، والبث التلفزيوني يعني حاجات كتير يا كابتن. يعني مش هطلع والله. طيب نروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، انتظرونا.